السلام عليكم. اليوم بنبلش في تشابتر جديد، تشابتر 6، اللي هو موضوع عن البندنج. البندنج زي ما حكينا من البداية، احنا هون نتعامل مع أربع أنواع من اللولينج. فالبندنج هو basically deformation اللي بصير في البيمز نتيجة تأثير البندنج مومنت. فمثلا لما يكون عندي ممبر نعرضه لبندنج مومنت زي هيك، بصير في بندنج، وهذا هو موضوعنا هنا. موضوعنا basically رح يكون عن البيمز. طيب شو اللي راح نتعلمه من خلال هذا التشابتر؟ فعليا الجزء الاول هذا التشابتر راح يكون مراجع على اشياء مرت عليكم قبل هيك في الستاتكس، اللي هي موضوع الشير مومنت دياجرامز في البيمز. ففي البدايه راح نتعرف على الشير مومنت دياجرامز ونشوف كيف ممكن نرسم الشير مومنت دياجرامز لبيمز تتعرض لانواع مختلفه من انواع اللود. طيب غير هيك راح نفهم هنا شو أهمية هذا الشير مومنت دياجرامز، يعني ليش نرسم شير مومنت دياجرام للبيم. بيسكلي احنا بنرسمه عشان نحدد الكريتيكال سكشن، اللي هو السكشن اللي عليه الماكسيمم مومنت، فراح نحكي عن هاي الشغله. طيب غير هيك، غير انه نحدد الكريتيكال سكشن اللي عنده الماكسيمم مومنت، برضه من خلال هذه الدياجرامز ممكن نحسب قيمه المومنت عند اي سكشن بالاياه على امتداد البيم. واخر شيء المحاضره الجاي هذا راح يكون راح نشوف كيف ممكن نحسب الستريسز اللي موجوده في البيمز بسبب تاثير البندنج مومنت اللي باثر عليها. طيب فنبدا اليوم زي ما حكينا موضوعنا عن شير مومنت دياجرامز في البيمز. كمان مره شو هي البيم؟ البيم ببساطه بنعرفها انه ممبر له لونج اند سلندر كروس سكشن، يعني كروس سكشن تبعه صغير مقارنه بالطول تبعه، وبتعرض بشكل عام ل perpendicular loading. هسا اللود كمان مره ممكن يكون مومنت بشكل مباشر، وممكن يكون فورس بالنتيجه بصير او بينتج عنه مومنت. فبيسكلي رح نحكي البيمز هي الممبرز تعرض لمومنت، بس فعليا هي ممكن تكون تعرض لمومنت بشكل مباشر، او ممكن تكون تعرض لفورس وهذه الفورس بينتج عنها internal bending moment. طيب هسا بالنسبة للبيمز احنا عادة بنصنفهم او بنسميهم بحسب طريقة التثبيت تبعهم. فعلى سبيل المثال عندنا هنا 3 different configurations للبيمز، هذه common بتمر علينا كثير. طيب هذا اول شكل اللي بنسميه simply supported beam، بيكون لها simple supports بين كورولر واللود ما بين السبورتس. طيب configuration الثاني برضه بمر علينا كثير، هذا configuration بنسميه cantilever beam. cantilever beam بتكون fixed من جهة، وعلى الجهه الثانيه على الطرف الثاني بياثر عليها الاكسترنال بيربنديكولار لود، ممكن يكون فورس او مومنت. بس التسميه هون بتكون عندنا بحسب السبورت مش بحسب اللود اللي عليها. طيب النوع الثالث ايش بنسميه؟ اوفر هانجنج بيم. لاحظ لها سبورتس شبيهه بالكيس الاولى اللي هي سمبل سبورتس، بس اللود زي ما احنا شايفين مش مطبق ما بين السبورتس، في جزء بارز وفعليا اللود مطبق على الجزء البارز من البيم، هذه نسميها overhang. طيب هسه الشيء الاساسي اللي بدنا نشوفه هنا كيف بدنا نطلع الانترنال شير والانترنال مومنت ونرسم هذول على الدياجرام. زي ما حكينا هذا الدياجرام اللي راح نرسمها الشير والمومنت دياجرامز حاليا في هذا الشابتر، الاهم بالنسبه لنا اللي هو المومنت دياجرام. من خلاله راح نحدد اللوكيشن اللي عليه الماكسيمم مومنت. اللوكيشن اللي عليه الماكسيمم مومنت هذا نسميه الكريتيكال سكشن. وفي المحاضرة الجاية راح نشوف كيف ممكن ناخذ قيمة الماكسيمم مومنت هذا، ومن خلاله نحسب قيمة ستريس وبالتحديد الماكسيمم ستريس اللي تأثر فيه البيم. طيب هسه عشان نرسم شير مومنت دياجرامز، بطبيعة الحال الموضوع ما هوش جديد عليكم، بس يعني محاضرتنا اليوم راح تكون كاملة عن شير مومنت دياجرامز، مراجعة سريعة وشاملة لكيف نرسم شير مومنت دياجرامز. هسه فعليا في عندنا أكثر من طريقة، راح نشوف هنا طريقتين. طريقة نوعا ما طويلة اللي هي الميثود سكشنز، وبعد هيك راح نشوف الجرافيكال ميثود اللي هي سريعة، وبدنا نحاول نعتمد انه دائما نرسم باستخدام الجرافيكال ميثود على اساس بدنا نتائج سريعة، وفعليا طريقة سهلة راح نشوفها كمان شوي. طيب بلش اول شيء لما بدنا نستخدم الميثود سكشنز. هسا الميثود سكشنز اول خطوة مثلا في عندنا بيم زي هيك بيأثر عليها كذا لود، فبدنا ناخذ عدد كافي من السكشنز وكل سكشن نرسم له الفري بادي دياجرام تبعه، زي ما انتم عارفين نطبق عليه الايكويشن اوف ستاتيك كوليبريم عشان نطلع الانترنال شير والانترنال مومنت از ايكويشنز، وبعد هيك نقدر نرسم هذه الايكويشنز. طيب قبل ما نبدا مهم جدا انه نحدد الاوريجن تبعنا، وعاده الاوريجن تبعنا بناخذه على احد النهايات او احد اطراف البيم. فعندنا مثلا هذه البيم
إما بناخذ الأوريجن تبعنا عند النقطة A أو برضه ممكن ناخذ الأوريجن تبعنا عند النقطة D. طيب إذا ناخذ الأوريجن بعد هيك بنحدد اتجاه البوزيتيف دايركشن، فأخذنا هذا الأوريجن ناخذ عادة هذا هو البوزيتيف دايركشن، لو أخذنا هذا هو الأوريجن تبعنا فناخذ البوزيتيف دايركشن بهذا الأساس. طيب بعد ما حددنا الأوريجن ستارتنج بوينت تبع الكوريان سيستم وحددنا البوزيتيف دايركشن، هسه بعد هيك نبلش ناخذ سيكشنز. فالسؤال هنا كم سكشن نحتاج ناخذ في بيم بشكل عام؟ هسه الرول اللي عندنا بالشكل التالي، لما يكون عندنا concentrated force أو moment لازم ناخذ سكشن قبلها ولازم ناخذ سكشن بعدها، لما يكون عندنا distributed load قبلها وبعدها، وبرضه بما انها distributed نقدر ناخذ سكشن خلالها. طيب هسه بناء على هذه general rule أو نيجي نطلع على البيم اللي موجودة عندنا. طيب طبيعي هاي قبل ما نبلش ناخذ سكشنز كل هذا الحكي اكيد في البدايه بدنا نطلع الانو رياكشن لودز، فيعني فعليا اول خطوه نطلع قيم هذول تو انو رياكشنز، بعد هيك نبلش نفكر ناخذ سكشنز عشان نطلع الايكويشنز تبع التنشن والتنمط. طيب كم سكشن نحتاج؟ هسه في عندنا هون هذه فورس كونسنتريت فورس، بس هي فعليا على بدايه البيم فما بقدرش اخذ قبلها، فاول سكشن باجي باخذه هون. طيب اخذنا هذا السكشن فعليا ما بين نقطتين A و B، هو فعليا بعد هاي ومار من خلال ديستريبيوتد لود. طيب ديستريبيوتد لود وين بينتهي؟ بينتهي عند B، فباجي باخذ سكشن ثاني بعد النقطه B، فعليا هذا بعد نهايه ديستريبيوتد لود وقبل اللود الموجود عندي عند C. طيب هيك انا ماخذ هذا السكشن بعد هاي قبل الكونسنتريت فورس الموجوده عند C، فأكيد بلزمني كمان سكشن بعد الكونسنتريت فورس اللي موجودة عند C، وهو فعليا برضو قبل هاي اللي هي موجودة عند D وهاي على نهاية البيم، فإذا بوقف ما بقدرش أخذ كمان سكشن بعد نهاية البيم. طيب إذا في كيس زي هيك راح نحتاج بشكل عام 3 سكشنز، وزي ما حكينا احنا نكون حددنا الأوريجين تبعنا. طيب هسه بس عشان انا بحكوا على شغله، فعليا في الكتاب هو ماخذ هذا الاوريجن وكل سكشن بسميه له كوردينيت سيستم مختلف، يعني مثلا سكشن اول بسمي الاكسس تبعه اكس 1، الثاني بسمي الاكسس تبعه اكس 2، الثالث بسمي الاكسس تبعه اكس 3، فعليا ما فيش داعي لهي الطريقه، وفي بعض الحالات بتكون كونفيوزنج بما انه الريفرنس نفسه كلهم بنسميهم اكس، بس اكس الاولانيه من A ل B يعني السكشن الأول، السكشن الثاني ما بين إحداثيات B و C، السكشن الثالث ما بين إحداثيات C و D. فإذا ما فيش داعي إنه نسمي X1 X2 X3 زي ما هو ماشي في الكتاب، الأريح في حالة زي هيك بما إنه الأوريجن نفسه الاتجاه نفسه إنه بغض النظر لكل هذولا نستخدم بس تسمية واحدة اللي هي X. طيب فإذا بعد ما راجعنا بشكل سريع الرولز تبعت السكشنز، مهم جدا إنه نتفق على ساين كونفنشن نستخدمها لما بنرسم شير مومنت دايجرامز. طيب ساين كونفنشن تبعنا راح تكون بالشكل التالي، لما يكون عندي ديستريبيوتد لود مثلا شيء زي هيك بيكون بوزيتيف اذا كان اتجاهه لفوق، نيجاتيف اذا كان اتجاهه لتحت. طيب شو بخصوص الانترنال شير؟ هسه لما نيجي ناخذ سكشن في اي بيم سواء اخذنا سكشن على الجهه اليمين او الجهه الشمال ببين عندنا الانترنال شير. طيب ساين كونفنشن تبع الانترنال شير ببساطه بالشكل التالي، نطلع على اتجاه الروتيشن اللي بينتج عن الشير فيكتور، اذا كان هذا الروتيشن كلوك وايز بنعتبره بوزيتيف شير، اذا كان كانتر كلوك وايز بنعتبره نيجاتيف شير. طيب خلينا نطلع هون، هون ماخذين سكشن وهي اظهرنا الانترنال شير على هاي الجهه، لاحظ انه هذا شير فيكتور بده يعطينا روتيشن كلوك وايز، فاذا هذا بوزيتيف شير. نفس الشيء لما ناخذ سكشن هون ونظهر الشير اللي بياثر على هاي الجهه، هذا الشير بحاول يلفنا كلوك وايز، فاذا هذا بوزيتيف. فلاحظ يعني هذا وهذا مع انه اتجاهاتهم متعاكسه بس بحسب الساين كونفنشن تبعتنا بوزيتيف. ليش هذول اثنين بوزيتيف؟ عشان هذا بيعطيني كلوك وايز روتيشن، هذا بيعطيني كلوك وايز روتيشن، فاذا هذه هي الساين كونفنشن تبعت الشير. طيب الساين كونفنشن تبعت المومنت كمان مره، الانترنال مومنت ببين معنا لما ناخذ سكشن، فمثلا اخذنا سكشن بين معنا مومنت هنا، او اخذنا سكشن من هاي الجهه وبين معنا هذا. طيب الساين كونفنشن تبعت المومنت راح تكون بالشكل التالي، المومنت اللي بيسبب كيرفتشر في البيم لفوق، اوكي يعني لاحظ هذول التو مومنتس بيعطوني كيرفتشر لفوق، اي مومنت بيسبب كيرفتشر في البيم لفوق نعتبره بوزيتيف مومنت، اذا كان المومنت بيسبب كيرفتشر في البيم لتحت نعتبره نيجاتيف مومنت. فاذا هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف عشان بيعطونا كيرفتشر لفوق.
زي هيك. إذا كانوا بالعكس، لو كان هذا بهذا الاتجاه هذا بهذا الاتجاه، ففي هذه الحالة الكيرفيتشر تبعنا راح يصير لتحت، وفي هذه الحالة المومنت راح يكون نيجاتيف. المومنت في هذا الاتجاه بهذا الاتجاه راح يكون نيجاتيف. طيب إذا بالنسبة للمومنت إحنا بعدين نطلعش على اتجاه الروتيشن تبع المومنت فيكتور، إحنا نطلع شو طبيعة الكيرفيتشر اللي راح ينتج عن هذا المومنت، لفوق بوزيتيف لتحت نيجاتيف. طيب خلينا نشوف في الأول مجموعة examples على method sections، بعد هيك نرجع نشوف الميثود الثانية اللي هي الجرافيكال ميثود. طيب أول example عندنا من الكتاب اللي هو example 6.1 زي ما انتم شايفين. طيب شوف عندنا في هذا example زي ما انتم شايفين في عندنا simple support beam بيأثر عليها distributed loading، ببلش من أولها بينتهي على آخرها، الانتنسيتي تبعته 3 كيلو نيوتن لكل متر. شو اللي مطلوب في السؤال؟ طالب منا نرسم shear moment diagrams، وطبيعي احنا هون نحكي على الميثود سيكشنز. طيب هسه طبيعي الخطوه الاولى قبل اي شيء بدنا نرسم في البادي دايجرام للبيم كامله ونطلع قيم الانون رياكشنز. ففعليا يعني هاي الخطوه دائما اول خطوه عندنا عشان نحل اي شيء. لاحظ انه هون فعليا بطلنا نحكي فيها، يعني باي ديفولت خلص اول ما نشوف هاي بنرسم فري بادي دياجرام، طب الكويشن ستاتيك والبريم، نطلع الانون رياكشنز تبعنا، وبعد هيك بنبلش نفكر في الخطوه اللي بعد هيك. هون مطلوب منا نرسم شير مومنت دياجرامز. طيب فهون راح يطلع لنا تو فورس رياكشنز، هذا 6 كيلو نيوتن هذا 6 كيلو نيوتن. طيب هسه بدنا نيجي للخطوه اللي بعد هيك، بدنا ناخذ سكشنز عدد كافي من السكشنز، ومن خلال هاي نكتب الإكويشنز تبعات الانترنال شير مومنت. هون كم سكشن راح نحتاج؟ بعدين هون سكشن واحد راح يكون كافي بالنسبة لنا. ليش سكشن واحد راح يكون كافي بالنسبة لنا؟ يعني لو أخذنا سكشن هون أي محل ما بين هذولا تو سبورتس، بعدين هو بعد هاي قبل هاي ومار من خلال ديستريبيوتد لود. فيعني بما أن ديستريبيوتد لود ببلش من البداية للنهاية، فعليا سكشن واحد راح يكون كافي. هسا لو كان عندي مثلا ديستريبيوتد لود بينتهي لهون، يعني بس لهنا وبعد هيك ما فيش عندي اي لود، وقتها راح احتاج واحد هنا وراح احتاج واحد في هذه المنطقه اللي ما فيهاش لود. طيب بس هون في عندنا كيس سهله اللي هي ديستريبيوتد لود من الاول للاخر، فبكفينا سكشن واحد. طيب قبل ما نبلش نطلع على السكشن بدي انبه على نقطه بلاحظ انه مرات بعض الطلاب بيصير عندهم مشكله كبيره فيها، يعني في كونسبت مهم لازم يكون واضح للطلاب. هذا احنا في البدايه لما نسوي ستاتيك اناليسيس عشان نطلع الرياكشنز اللي هون اللي هون، في عندنا ديستريبيوتد لود، فبنحسب الريزلتنت تبعته وبنحطها هيك على الرسمه اللي بنستخدمها عشان نسوي ستاتيك اناليسيس ونطلع الانون رياكشنز. طيب هسه فعليا حاطين هون ريزلتنت عشان نطبق الايكويشنز وستاتيك كوليبريم. بعد ما خلصنا هيك وبدنا ناخذ السكشن، يعني بعد ما طلعنا الرياكشنز بدنا ناخذ السكشن، فعليا ما بصير نضل نحكي انه في عندنا بس هذه ريزلتنت، هاي مجرد شيء نسويه لما بدنا نطبق الايكويشنز والكوليبريم. بعد ما طلعنا الرياكشنز هذا الرياكشن وهذا الرياكشن، خلص الوضع عندي زي هيك، في عندي هون رياكشن وهون عندي رياكشن وهون في عندي ديستريبيوتد لود. فلما اجي هسه اخذ السكشن فعليا في عندي جزء من ديستريبيوتد لود بده يبين على السكشن تبعي. طيب فاذا هاي اجينا اخذنا سكشن على arbitrary distance x، وقيمة x هنا بتبلش من 0 تنتهي عند 4. طيب هسا اخذنا السكشن تبعنا، شو راح يبين معانا على الفري بادي دياجرام تبع السكشن بارت اوف ذا بيم؟ اللي راح يبين معانا اول شيء في عندنا هذه الفورس اللي هي 6 كيلو نيوتن اللي هي ببساطة رياكشن فورس. طيب بعد هيك في عندنا ديستريبيوتد لود، هذا او يعني جزء من ديستريبيوتد لود، هذا الجزء من ديستريبيوتد لود بدي احط الريزلتنت تبعته، هسه راح نحكي عن قيمتها. طيب غير هيك على السكشن بده يبين معنا الانترنال شير والانترنال مومنت، اثنين راح نحطهم في البوزيتيف سنس، وبعد هيك ممكن يطلعوا بوزيتيف ممكن يطلعوا نيجاتيف ما في عندنا مشكله. طيب الشير شو البوزيتيف سنس تبعه؟ زي ما حكينا الشير البوزيتيف سنس تبعه انه يعطينا كلوك وايز روتيشن، فاذا هذا بده يكون لتحت عشان يكون بوزيتيف. طيب المومنت البوزيتيف سنس تبعه انه يعطينا كيرفتشر لفوق، فاذا المومنت حطيناه بهذا الاتجاه عشان نكون حاطينه بوزيتيف سنس. طيب احنا بعدين بدنا نطلع بي، بدنا نطلع ام باستخدام الكوليبريم ايكويشنز. هسه هون في عندي جزء من ديستريبيوتد لود بدي احط الريزلتنت تبعته،
كم قيمة الريزلتنت تبعته؟ الانتنسيتي اللي هي 3 كيلو نيوتن لكل متر مضروب في المسافة اللي مبينة عندي في السكشن، هذه المسافة اللي ناخذ عليها السكشن هي x، فإذا 3 في x كيلو نيوتن. طيب هاي قيمة الريزلتنت وين موجودة؟ بما انه الشكل اللي عندي زي ما انتم شايفين مستطيل، الريزلتنت تبعتنا راح تكون موجودة في نص المسافة، مسافة من هون لهون x، فإذا هاي المسافة بتساوي x على 2. هسه ببساطة ببلش اطبق الإكوليبريم إكويشنز عشان أطلع V، عشان أطلع M. عشان أطلع V بأخذ summation forces في الواي دايركشن، ففي عندي positive 6 negative 3X ناقص V بيساوي 0، بنقل على الجهة الثانية فبطلع معي V بيساوي 6 ناقص 3X كده. طيب ثاني شيء بدي أطلع internal moment، فبجمع المومنت حوالي هاي النقطة محل ما سويت section وأخذ اتجاه معين البوزيتيف، مثلا ناخذين هذا الاتجاه بوزيتيف، فإذا أول مومنت راح يكون عندي اللي هو 6 كيلو نيوتن في X، هذا راح يكون نيجاتيف. بعد هيك راح يكون عندي مومنت ناتج عن هذه الفورس ريزلتنت فورس اللي قيمتها 3X راح يكون بوزيتيف، فإذا بوزيتيف 3X في المسافة اللي هي X على 2. وآخر إشي في عندي المومنت هذا، المومنت هذا برضو في البوزيتيف سنس، فإذا زائد M بيساوي 0، بنقل التيرمز على الجهة الثانية وبطلع معي الإكويشن تبعتين. طيب هيك صار معي تو إكويشنز، هذولا تو إكويشنز شو الليمتس تبعهم فعليا من البداية من X بتساوي 0 للنهاية اللي هي X بتساوي 4. بضل علي بعد هيك أرسم الإكويشنز. هسا لاحظ هاي الإكويشن هي إكويشن تبع خط مستقيم، كان خط مستقيم أسهل إشي عشان أرسمه، وأخذ نقطة في بدايته ونقطة في نهايته، فمرة بعوض X بتساوي 0 بيطلع معي 6، ومرة بعوض x بتساوي 4 بيطلع معي ناقص 6. هاي نقطة البداية نقطة النهاية، رسمنا هذا الخط المستقيم. طيب فهذا هو الشير دياجرام. طيب هون بنرسم المومنت دياجرام كمان مرة، هذه الإكويشن بنرسمها هي عبارة عن second order equation، بعدين يعني راح نحتاج أكثر من نقطة، بس مثلا بنبلش في النقاط في البداية وفي النهاية. البداية عند x بتساوي 0، لما نعوض هون x بتساوي 0 بيطلع معانا المومنت بيساوي 0. برضو عند النهاية x بتساوي 4، لما نعوض x بتساوي 4 بيطلع معانا كمان 0. بدنا كمان نقطة نظهرها عشان يعني نرسم الكيرف، فعليا احنا نحتاج أكثر من نقطة عشان نرسم الكيرف بشكل دقيق، بس يعني احنا هون بشكل مستعجل كيف بدنا نرسم equations، بدنا نحكي بشكل سريع، فعليا راح يصير عندنا بعد هيك طريقة سهلة عشان نرسم هذه الأشياء. طيب فبدنا ناخذ نقطة في اللي بيكون عندها الماكسيمم، فعليا نقطة الماكسيمم هي النقطة اللي بيكون عندها الشير زيرو، هسه رح نفهم السبب. فشو احداثيات النقطة اللي بيكون عندها الشير زيرو؟ هسه فعليا هون باينة انها رح تكون في منتصف المسافة بين هاي 6 وهاي 6، بس عموما اذا بدي احسب شو احداثيات x اللي بيكون عندها قيمة الشير فورس زيرو، باخذ الايكويشن هاي تبعت الشير وبساويها بزيرو وبحل هاي الايكويشن وبطلع x، فمن هون طلع معي انه الشير راح يكون 0 لما x بتساوي 2 متر. هسه بدي احسب شو قيمه المومنت عند نفس النقطه هاي، فباخذ x بتساوي 2 متر بعوضها بالايكويشن تبع المومنت، بيطلع معي قيمه المومنت هون اللي هو 6، وهذا شكل سكند اوردر كيرف. طيب خلصنا من اول اكزامبل، خلينا نشوف اكزامبل ثاني. شو عندنا في هذا الاكزامبل؟ في هذا الاكزامبل في عندنا بيم، هذا نوع من البيمز زي ما حكينا نسميها كانتليفر. طيب في عندنا كانتليفر بيم بيأثر عليها ديستريبيوتد لود على شكل رام زي ما احنا شايفين، ببلش من بدايتها وبنتهي عند نهايتها 3 متر. مطلوب نرسم شير مومنت دياجرامز. الخطوة الأولى بدون تفكير بدون نقاش نرسم فري بادي دياجرام للبيم كاملة ونطلع reactions تبع السبورت، فراح يكون في عندنا force reaction 3 كيلو نيوتن ومومنت reaction 6 كيلو نيوتن. طيب هسا بعد ما خلصنا هون، هسا فعليا البيم بالنسبه لنا هي بيم عليها distributed load، يعني كمان مره احنا حطينا هاي resultant بس عشان نطبق الايكويشن الثاني كل يوم ونطلع هذول. فعليا هسا صفت عندنا الرسمه البيم عليها هذول التو reactions وعليها distributed load. طيب هسا بدي اجي اخذ section، كم سكشن بحتاج؟ فعليا هون بكفيني، واضح انه سكشن واحد بكفيني، فباخذ سكشن بحدد هذا الاوريجن تبعي، هذا اتجاه بوزيتيف اكس، وباخذ سكشن على arbitrary distance اكس، الليمت تبع اكس من 0 ل 3 متر. طيب فاجينا اخذنا سكشن على arbitrary distance اكس، فخلينا نطلع على السكشن تبعنا هذه المرسومه. شو اللي راح يبين معنا على السكشن؟ اول شيء هذولا
two forces اللي هم يعني reactions بس يعني لازم يكونوا بينات احنا على دايره فيدباك دايجرام وطلعنا عليهم. طيب 3 كيلو نيوتن و 6 كيلو نيوتن. طيب غير هيك راح يكون عندي جزء من distributed load اللي على شكل رام، فهي اظهرنا هذا الجزء محل ما اخذنا السكشن. كمان مره السكشن وين مخذينه؟ على مسافه x مش محدده تقريبا variable. طيب ففي عندي هذا الجزء، هذا راح يكون له resultant، هسه راح نحكي عن قيمه resultant وين حطيناها. طيب غير هيك على السكشن بدي يبين مع هاي internal shear حطيته positive sense و internal moment حطيته positive sense. طيب هسه اللي بدنا نيجي نفكر فيه بالنسبه لهذا الجزء من distributed load، هسه هذا الجزء بدي احسب قيمه resultant تبعته واحطها في مكانها الصحيح. اول شيء بالنسبه لمكانها الصحيح واضح جدا، بما انه الشكل اللي عندي عباره عن مثلث زي ما احنا عارفين الريزلتنت اللي هي راح تكون موجوده في السنترويد راح تكون موجوده على ثلث المسافه من هذا الضلع. طيب فبما انه المسافه من هون لهون x، فاذا المسافه من هون للريزلتنت راح يكون ثلث x x على ثلث. طيب غير هيك بدنا قيمه الريزلتنت، قيمه الريزلتنت اللي هي مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع. طيب هسه القاعده تبعتنا x مش معروف بالنسبة لنا الارتفاع، ليش مش معروف بالنسبة لنا الارتفاع؟ هسا على هذا الشكل الكامل احنا كنا عارفين انه الارتفاع هنا اللي هو 2 كيلو نيوتن لكل متر، بس لاحظ احنا هنا ماخذين سكشن في مكان معين على مسافة x، هسا هذا الارتفاع مختلف عن هذا، فإذا بدنا نحسب قيمة الارتفاع على مسافة x اللي هي طول هذا الخط، ارتفاع المثلث هنا. فببساطة هون نستخدم فكرة تشابه المثلثات، نحكي انه طول هذا الخط اللي هو 2 كيلو نيوتن متر على المسافه من هون لهون اللي هي 3 بتساوي طول هذا الخط اللي راح نسميه W على المسافه من هون لهون اللي هي هاي المسافه X نسميها. فاذا بيطلع معانا انه الارتفاع اللي هون اللي هو طول هذا الخط W يساوي 2 على 3 في X. طيب بما انه هاي طول الخط فاذا كم قيمه الريزلتنت؟ زي ما حكينا نص القاعده في الارتفاع، هاي نص القاعدة اللي هي x هذه هي، والارتفاع اللي هو 2 على 3 x، فإذا هاي قيمة الريزلتنت. طيب هيك صار عندنا فري بادي دايجرام كامل وعليه كامل المعلومات تبعنا. فإذا هسا بدنا نطلع قيمة الانترنال شير v والانترنال مومنت، نفس الفكرة زي دائما نطبق الايكويشنز اوف ستاتيك كوليبريم، مرة بنجمع الفورسز في الواي دايركشن عشان نطلع قيمة ال V. شو بيعنا فورسز في الواي دايركشن؟ ثلاثة بوزيتيف، هذه نيجاتيف، والشير V نيجاتيف، فنجمعهم ننقل على الجهة الثانية بيطلع معانا الايكويشن تبعت V. طيب نفس الشيء عشان نطلع المومنت ناخذ السميشن حوالي هذه النقطة. طيب سميشن للمومنتس حوالي هذه النقطة، شو في عندنا مومنتس؟ وبنحدد الاتجاه، فهي ماخذين هذا الاتجاه اللي هو اتجاه الجمع، فإذا بنبلش في عندنا هنا 6 كيلو نيوتن، هذا فعليا بوزيتيف، في عندنا مومنت ناتج عن هاي راح يكون نيجاتيف، قيمته 3 كيلو نيوتن في المسافة اللي هي X. طيب غير هيك في عندنا مومنت ناتج عن هاي راح يكون بوزيتيف، وقيمته الماجنتيود اللي عندنا اللي هي نص في 2 على 3 x في x في المسافه من هون لهون اللي هي ثلث x. ظل هيك اخر شيء عندنا اللي هو الانترنال مومنت زائد m بيساوي 0. طيب اذا هاي الايكويشن تبع المومنت سميشن، ننقل على الجهه الثانيه وبيطلع معنا الايكويشن تبع الانترنال مومنت. طيب هيك هسه صار في عندنا تو ايكويشنز، الايكويشن تبعت الانترنال شير، الايكويشن تبع الانترنال مومنت، وهذول تو ايكويشنز صحيحات من بدايه البيم اكس بتساوي 0 لنهايتها على اكس بتساوي 3، وبالتالي بنرسم هذول التو ايكويشنز. فهي شكل الرسمه تبعت الشير دايجرام اللي هي رسمه هذه الايكويشن، والرسمه تبع المومنت دايجرام اللي هي الرسمه تبعت هذه. طيب شوف الاكزامبل اللي بعده وبشكل سريع نعلق عليه. طيب هذا اكزامبل في عندنا سيمبلي سبورت بيم زي ما احنا شايفين. بياثر عليه ديستريبيوتد لود على شكل رام، بس ما ببلش من زيرو، ببلش من 10 كيلو نيوتن متر هون بينتهي 30 كيلو نيوتن متر هون. طولها 6 متر، مطلوب كمان مره نرسم شير مومنت دايجرامز. الخطوه الاولى زي ما احنا عارفين دائما بدنا نطلع الانون رياكشنز، فكما مره لما يكون عندنا ديستريبيوتد لود بهذا الشكل اسهل طريقه نتعامل معه
إننا نقسمه لجزئين، في عنا مستطيل وفي عنا مثلث، وهنا اللي هو حاط ريزلتنت تبع مستطيل لوحدها، هذه هي مساحة المستطيل، وريزلتنت تبع مثلث لوحدها اللي هي هذه هي. طيب بنطبق هون الايكويشنز اوف ستاتيك بوليبريم ونطلع الانون رياكشنز، هاي رح تطلع 50 كيلو نيوتن، هذه 70 كيلو نيوتن. بعد ما طلعنا هذول الانون رياكشنز بنيجي ناخذ سكشن، وفعليا نحتاج سكشن واحد الليمتس من 0 ل 6، فبناخذ سكشن ات اربيتري ديستانس اكس. خلينا نطلع على السكشن تبعنا، هيو مبين معنا. طيب شو في عندنا؟ راح يبين على هذا السكشن كما مرة، أول إشي هذه الفورس. طيب غير هيك في عندي جزء من distributed load اللي هو يعني لحد ما أخذنا السكشن لحد X. طيب برضو هذا الجزء اللي هنا أسهل لي إن أتعامل معه، أقسمه لجزئين، جزء منهم اللي هو مستطيل وجزء اللي هو مثلث. طيب فالجزء المستطيل كما مرة الانتنسيتي تبعته سهلة، اللي هي الارتفاع تبعه 10 مضروب في المسافة من هون لهون اللي هي X، وموجود في منتصف المسافة، يعني X على 2 هاي المسافة لهم. طيب الجزء الثاني اللي هو المثلث الريزلتن تبعته راح تكون موجودة على ثلث المسافة، فهاي المسافة X على 3. الماجنتيود تبعته كمان مرة اللي هي مساحة المثلث اللي هي نص القاعدة في الارتفاع، القاعدة تبعتنا X، بدنا نعرف ارتفاع هذا الجزء، فكيف نعرف ارتفاع هذا الجزء؟ برضو نفس الفكرة، نطبق تشابه المثلثات على هذا المثلث. هذا المثلث نحكي انه المسافة اللي بدنا اياها هنا تقسيم X بتساوي 20 تقسيم المسافة الكاملة 6، فبطلع معانا ارتفاع هذا الجزء اللي هو 20 في X على 6. وهي الانترنال شير V، وهي الانترنال مومنت. summation of forces في الواي دايركشن بعطينا V، summation of forces في او summation of moments حوالي هاي النقطة بيعطينا M. طيب ما في داعي يعني انه كل مرة نعيد التعويض في الايكويشن، الفكرة نفسها. بعد ما طلعنا two equations نرسم الايكويشنز تبعونا، وبرضو هنا هذه الاحداثيات يعني كمان مرة بيطلع معنا كيرف زي هيك. احداثيات هاي النقطة اللي عندها V بتساوي 0 كيف بنعوضها؟ او يعني كيف نعرفها؟ ببساطة نيجي على الايكويشن تبعت V ونحطها بتساوي 0 ونحل نوجد شو قيمة X. بعد ما وجدنا شو قيمة X عند V بتساوي 0 اللي بتطلع معنا 3.245، بنعوض هذه القيمة في الايكويشن تبع المومنت ونطلع قيمة الماكسيمم مومنت. طيب اخر اكزامبل عندنا على الميثود اوف سكشنز، بعد هيك نبلش في الميثود الثانيه اللي هي جرافيك ميثود. شوف عندنا في هذا الاكزامبل، في هذا الاكزامبل عندنا كمان مره سمبل سبورتنج بيم، بس هون بياثر عليها اكثر من لود. اول شيء في عندنا مومنت بياثر عند النقطه A، في عندنا كونسنتريتد فورس بياثر عند B في منتصف المسافه، وفي عندنا ديستريبيوتد لود ببلش من B بينتهي عند C. طيب شو مطلوب؟ زي كل مره شير مومنت دايجرامز، راح نستخدم ميثود سكشنز من غير تفكير. اول خطوه بدنا نطلع الانون رياكشنز، فيعني بدنا نطلع الفورس رياكشن اللي هنا، فبدنا نطلع الفورس رياكشن اللي هنا، وبدنا نطلع الفورس رياكشن اللي هنا اللي هما هاي قيمهم مظهر لنا اياهم تحت، فهذه تطلع 5.75 وهذه 34.25. طيب بعد ما طلعنا هذولا هسه هيك صرنا جاهزين عشان ناخذ سكشن او سكشنز. طيب هون لاحظوا انه عندي اكثر من لود، فواضح انه راح احتاج اكثر من سكشن. هذا الريفرنس تبعي، اول سكشن راح اخذه ما بين A و B في اي مكان ما بين A و B، ف هاي اول سكشن ببلش من عند 0 يعني الليمتس تبعته، وبينتهي عند X بتساوي 5. طيب غير هيك راح احتاج سكشن ثاني ما بين B و C. لاحظ يعني بما انه هاي مبلشه في نفس نقطة بداية distributed load، فعليا سكشن ما بين B و C بيحقق لي كل المطلوب، هو فعليا بعد هاي مار من خلال هاي، وهذه بتنتهي عن نهاية البيم، فإذا يعني ما فيش سكشن ثالث ممكن ناخذه. طيب إذا هون محتاج تو سكشنز، الأول X تساوي 0 لحد X بتساوي 5، الثاني من X بتساوي 5 لحد X بتساوي 10. طيب هسه عموما احنا ممكن نحكي هيك بتساوي بتساوي، بس لاحظ
زي ما هنشوف هسه انه نقطة الالتقاء عند B، فعليا هذه النقطة بتكون singularity. فلهذا السبب احنا بنحكي من 0 لحد اصغر من 5 السكشن الاول، والسكشن الثاني كمان عبارة عن نقطه النقطه 5 عشان راح تكون نقطه سنجولاريتي زي ما راح نشوف هسه على الرسمه. فبنحكي السكشن الثاني ل اكس اكبر من 5 لحد اكس بتساوي 10. هون زي ما قلت لكم هو بيستخدم السكشن الاول بسميه اكس 1 وللثاني اكس 2، بس فعليا ما فيش داعي لهذا الحكي، احنا ممكن نسميه اكس ببساطه، بيكون بشكل عام اسهلنا نتعامل معه. طيب فاذا two sections، فعم بلش في السكشن الأولاني. في عندي هنا الفورس اللي هي 5.75، المومنت اللي هو 80، وغير هيك كمان مرة ناخذينه قبل بي، فبالتالي ما فيش عندنا إشي غير internal shear والمومنت. بنروح summation forces في الواي direction، فبطلع معنا قيمة البي، summation of moments حوالي هاي النقطة، بطلع معنا الإيكويشن تبعت M. طيب فإذا هذول two equations، هاي الإيكويشن تبعت V، هاي الإيكويشن تبعت M. V constant الهالف constant magnitude، هذه function of x. كمان مرة شو الليمتس تبع هذولا زي ما حكينا، أكبر أو يساوي 0 لحد أصغر من 5. طيب السكشن الثاني راح نأخذ السكشن الثاني زي ما حكينا ما بين B و C، أي محل ما بين B و C. طيب فهاي المسافة من هنا لهنا هنسميها x2، بس زي ما حكيت لكم ممكن نسميها x. هذه شو اللي متسبعها زي ما حكينا، أكبر من 5 لحد 10. طيب شو راح يبين معانا على free body diagram؟ هذا أول شيء، هذه الفورس وهذا المومنت. طيب غير هيك في عندنا هاي concentrated force 15 كيلونيوتن، وفي عندنا جزء من distributed load، هاي جزء من distributed load راح نحسب resultant تبعته، resultant تبعته اللي هي magnitude في المسافة. طيب هسه أنا بدنا ننتبه المسافة اللي بأثر عليها distributed load اللي هي المسافة من هون لهون، هاي المسافة من هون لهون ما هيش x، المسافة من هون لهون اللي هي ببساطة x ناقص 5. إذا هاي المسافة اللي هي x ناقص 5، ظل عندنا هاي المسافة. إذا زي ما أنتم شايفين حاكين اللي هي intensity 5 كيلو نيوتن مضروب في المسافة اللي هي x ناقص 5. طيب هسه هذا وين موجود؟ موجود في منتصف المسافة من هون لهون. كمان مرة المسافة من هون لهون سميناها x ناقص 5، فإذا هاي x ناقص 5 على 2. طيب بعد ما حددنا كل شيء على free body diagram الثاني، ما ضلش علينا غير إنه مرة نطبق summation forces في الواي direction. إذا عندنا هاي positive negative negative negative، ننقل على الجهة الثانية بيطلع معنا قيمة v. غير هيك نروح summation of moments حوالي هذه النقطة، شو في عندنا moments حوالي هاي النقطة. كمان مرة راح يكون في عندنا مومنت ناتج عن هاي اللي هي هذه مضروبة في المسافة x2، في عندنا هذا المومنت، في عندنا مومنت ناتج عن 15 كيلو نيوتن مضروب في هاي المسافة اللي هي x2 ناقص 5، وآخر إشي في عندنا مومنت ناتج عن هذه resultant force اللي هي قيمة الفورس في الديستانس من هون لهون اللي هي x2 ناقص 5 على 2 بالإضافة للإنترنال مومنت. طيب فبنجمع كل الترمز في المومنت إيكويشن. هاي المومنت إيكويشن تقدروا تطلعوا عليها وتتأكدوا إنه فاهمين كل التيرمز اللي فيها. ننقل على الجهة الثانية وطلع معانا الإيكويشن تبع المومنت. طيب إذا هنا في عنا two equations للإنترنال شير، two equations للمومنت. الأولى في السيجمنت الأولانية ما بين 0 و 5، هذه الشير هذا المومنت. السيجمنت الثانية أو السكشن الثاني ما بين 5 و 10، هذه الإيكويشن تبعت الشير وهذه الإيكويشن تبعت المومنت. طيب هسه كل واحدة من هذول الإيكويشنز نرسمها، فيعني هذا الشير دياجرام. الإيكويشن الأولى في عندنا constant value، الثانية first order equation، عوض نقطة بداية ونقطة النهاية نرسمها. طيب هذا اللي هو المومنت دياجرام، هذا اللي هو الإيكويشن الأولانية تبعت المومنت خط مستقيم، وهذا الإيكويشن الثانية تبعت المومنت اللي هي second order equation. طيب هيك بنكون خلصنا من الاكزامبلز تبع الطريقه الاولى اللي هي السكشنز ميثود. طيب نيجي للطريقه الثانيه، فعليا اللي هي الطريقه الاسهل والاسرع واللي راح نعتمد عليها بشكل اكبر في هذا الكورس. طيب شو فكره الجرافيكال ميثود؟ خلينا نطلع على الجرافيكال ميثود هسه عشان نفهم فكره الجرافيكال ميثود. خلينا نطلع على الرسمه اللي معطينا اياها. هنا رسمنا بيم simply supported،
بيأثر عليها distributed load زي ما احنا شايفين. مش عارفين equation تبعته، يعني هي equation W function of X له شكل معين. طيب هسا راح نطلع على الشير مومنت ديجرام صراحة ونشوف شو الجرافيكال ريليشنز اللي عنا. من وين جايت هذول الجرافيكال ريليشنز؟ جاي من خلال هذول الايكويشنز اللي مروا علينا في الستاتكس ومر علينا الديريفيشن تبعهم. خلينا نطلع على الايكويشنز ونشوف شو الفيزيكال مينينج تبعهم من ناحيه الرسم. اول ايكويشن عندنا بتحكي لنا دي في على دي اكس، يعني مشتقه من انترنال شير وذ ريسبكت تو اكس يساوي دبليو. دبليو اللي هي الانتنسيتي تبع الديستريبيوتد لودينج، يعني لما يكون عندنا بيم على الديستريبيوتد لودينج هذه الايكويشن ابليكابل للبيم، بتحكي لنا دي في على دي اكس بتساوي دبليو. طيب شو الفيزيكال مينينج لهذا الحكي؟ دي في على دي اكس المشتقه لاي فانكشن ببساطه هي سلوب. احنا كلنا نعرف المشتقه هي سلوب. طيب اذا ببساطه هاي تحكي لنا انه سلوب تبع شير دايجرام عند اي نقطه او عند اي فاليو اكس بيساوي الماجنتيود تبع ديستريبيوتد لودينج. طيب خلينا نيجي هذا الحكي ونحاول نفهمه. طيب عند النقطة ايه شو قيمة الديستريبيوتد لودينج؟ زيرو. طيب فهذا بحكي لنا انه عند النقطة ايه السلوب تبع الشير زيرو. خلينا نطلع هسه على الشير دايجرام كمان مرة، يعني القيم كيف طلعناها راح نفهمها كمان شوي. احنا هسه بس بدنا نطلع على فكرة السلوب. طيب هون عندي الماجنتيود تبع W زيرو، فإذا هون زي ما انتم شايفين السلوب تبعي زيرو. سلوب زيرو يعني خط افقي، هاي V axis وهاي X axis وهاي سلوب زيرو خط افقي. طيب خلينا نجي هسه نطلع على النقطتين C و D. طيب النقطة C هاي في عندي قيمة معينة ل W. طيب هسه هون بدنا ننتبه انه بحسب الساين كونفنشن W تبعتنا هون نيجاتيف. هسا الايكويشن تحكي لنا انه سلوب تبع شير دايجرام عند هاي النقطة بيساوي الماجنتيود. الماجنتيود تبع هاي كمان مرة اللي هي ارتفاع هذا الخط وفعليا بالنيجاتيف، فإذا نحكي انه عند النقطة سي السلوب عندنا نيجاتيف زي هيك. كمان مرة هذا هو النيجاتيف دايركشن سلوب، هذا هو البوزيتيف دايركشن سلوب. طيب إذا في عندنا نيجاتيف سلوب شو قيمة السلوب هنا؟ فعليا مساوي للماجنتيود أو ارتفاع اللي موجود عندنا هون. طيب نفس الشيء عندي، هاي في عندي النقطة دي هنا الماجنتيود تبعت الدبليو صارت أكبر، بس يعني لساها نيجاتيف كمان. طيب فإذا نفس الشيء إذا بنزل هنا عند السكشن تبع النقطة دي راح يكون في عندي نيجاتيف سلوب كمان مرة لتحت والماجنتيود تبعته أكبر، فيعني لاحظ هذا عندي سلوب نوعا ما نيجاتيف له ماجنتيود معينة، هنا سلوب نيجاتيف والماجنتيود تبعته أكبر يعني ميلان أكبر. طيب هون عندي نيجاتيف سلوب اللي هو ماجنتيود هاي، وهون في عندي نيجاتيف سلوب اكبر كماجنتيود اللي هو طول هذا الخط. طيب نفس الشيء برضه صحيح عندي النقطه بي، عندي النقطه بي هسه عندي ماجنتيود كبيره وبالنيجاتيف، فهون لاحظ نهايه الكيرف عندي النقطه بي في عندي سلوب نيجاتيف واكبر من هذول اللي قبل. طيب فاذا هيك راح يكون شكل كيرف. لاحظ ان الكيرف بلش من سلوب زيرو باخذ نيجاتيف سلوب، فعليا نيجاتيف سلوب عماله بزيد بما انه هاي ارتفع لحد ما يوصل ماكسيموم سلوب هون. طيب الريليشن الثاني اللي عندنا بالشكل التالي، دي ام على دي اكس بتساوي في، مشتقه المومنت بتساوي الانترنال شير. طيب المشتقه اللي هي السلوب، فهي ببساطه بتحكي لنا انه السلوب تبع المومنت او تبع المومنت دايجرام عند اي قيمه لاكس بيساوي الماجنتيود تبع الشير لنفس القيمه لاكس. طيب نيجي نطلع هنا كمان مرة هذه البيم، هذا الشير دايجرام. هسا خلينا نطلع على المومنت دايجرام، وزي ما احنا شايفين فعليا المومنت السلوب تبع المومنت دايجرام مرتبط مع قيمة الشير. نبلش هنا نقطة البداية تبعتنا. هسا كمان مرة احنا ما بنحكي عن ليش بلشنا عند زيرو، رح نفهمها بعدين. احنا هنا بس بدنا نحكي عن السلوب. طيب عند نقطة البداية النقطة A كم قيمة الشير؟ قيمة الشير VA بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. طيب اذا عند نقطة البداية على المومنت دايجرام راح يكون عندي بوزيتيف سلوب، بوزيتيف سلوب يعني لهيك بهذا الاتجاه، وشو قيمة السلوب اللي عندي هنا؟ بيساوي الماجنتيود في اي. طيب اذا على بداية المومنت دايجرام راح يكون عندي بوزيتيف سلوب زي هيك وقيمة السلوب بيساوي في اي. طيب نيجي نطلع عند النقطة سي، هاي النقطة سي، لاحظ احنا هون بس بدنا نطلع على شير دايجرام. طيب شو صار في الماجنتيود تبع الشير هنا؟
زغرت، يعني هون كان عندنا ماجنتيود اكبر، هون ماجنتيود زغرت، لساتها بوزيتيف. طيب فاذا هون ستيل راح يكون عندي بوزيتيف سلوب بس فعليا اقل، يعني لاحظ هون كان سلوب عالي هون صار سلوب اقل. طيب نيجي عند النقطه دي لساتها الماجنتيود تبع تشير بوزيتيف بس قلت، فاذا لما يتحرك من النقطه سي للنقطه دي ستيل عندنا بوزيتيف سلوب بس فعليا قل سلوب، قل الميلان. طيب هنا الميلان اقل من الميلان هنا. طيب النقطة هاي اللي هي نقطة الزيرو تبع الشير، لاحظ كان الماجنتيود تبع الشير زيرو، فاذا كم سلوب على المومنت دياجرام؟ زيرو، يعني هنا صار عندي زيرو سلوب. فاذا لهذا السبب احنا دائما بنحكي ان نقطة الزيرو تبع الشير راح تكون ماكسيمم او مينيمم على المومنت دياجرام. ليش؟ عشان عندنا هنا زيرو ماجنتيود، فبالتالي هنا عندنا زيرو سلوب، فاذا هاي راح تكون اما نقطة ماكسيمم او نقطة مينيمم. طيب بعد هيك شو بلش تصير قيمة الشير؟ بلش تصير نيجاتيف، فيعني لاحظ انه بعد ما وصل زيرو هسه بلش يميل بالعكس، صار عندنا نيجاتيف سلوب، بضل يزيد لحد ما يوصل اكبر قيمة من السلوب اللي هي نيجاتيف دبليو بي. طيب هذه اول تو ايكويشنز اللي هي ايكويشنز تبعت السلوب. طيب رح ناخذ هسه هذول التو ايكويشنز من عيد كتابتهم بصيغة ثانية، رح ناخذ الدي اكس نضربها هون فبتصير دي بي بتساوي دبليو دي اكس، وهون نفس الشيء ضربنا دي اكس هون فصارت دي ام بتساوي في دي اكس، بنساوي انتجريشن للجهتين للجهه الاولى للجهه الثانيه، فالايكويشنز راح يصفوا بهذا السير. طيب دلتا في اللي هي يعني مقدار التغير في قيمه الشير الانترنال شير بيساوي انتجريشن دبليو دي اكس، الايكويشن الثانيه دلتا ام بيساوي انتجريشن في دي اكس. طيب شو الفيزيكال مينينج لهذول الايكويشنز؟ لاحظ الانتجريشن لاي كيرف ببساطه اللي هي المساحه المحصوره تحت الكيرف، فبيسكلي هاي الايكويشن تحكي لنا كالتالي انه مقدار التغير في الانترنال شير ما بين قيمة معينة لx وقيمة ثانية، مقدار التغير في قيمة الشير بيساوي المساحة اللي محصورة تحت distributed loading diagram ما بين هذول التو سكشنز. طيب نفس الفكرة برضه applicable هنا، دلتا m بتساوي integration vdx، والانتجريشن هو مساحة، المساحة تحت الشير diagram، فهي بتحكي لنا انه مقدار التغير في قيمة المومنت ما بين تو سكشنز بيساوي المساحة اللي محصورة تحت الشير دياجرام ما بين هذول التو سكشنز. طيب خلينا نشوف هذا الحكي من خلال الرسمات اللي موجودة عندنا، اللي هي يعني نفس الرسمة السابقة بس هسه بدنا نشوف ريليشن تبعت المساحات. طيب اللي هي بتساوي مقدار التغير. نيجي على أول وحدة. هاي سي وهاي دي. طيب فهاي يعني نزلنا الخطين عند سي عند دي. طيب هذه بتحكي لنا انه مقدار التغير في قيمة V، يعني هاي قيمة V عند C، هاي قيمة V عند D، مقدار التغير اللي هو هاي المسافة العمودية. طيب مقدار التغير بيساوي المساحة اللي محصورة تحت distributed loading diagram ما بين C و D. طيب يعني بدنا نحسب هذه المساحة اللي هي ببساطة الانتجريشن، إذا كان عندنا شيء سهل نحسب المساحة من غير الانتجريشن. طيب هذه المساحة بتساوي مقدار التغير. طيب بس انا ما انتبه هالشغله، هسه احنا حسبنا مساحه بس شو اتجاه الدبليو؟ اتجاهه لتحت يعني نيجاتيف، يعني المساحه اللي حطيناها اشارتها نيجاتيف عشان الاشاره تبعت الدبليو نيجاتيف، يعني لاحظ من سي لدي احنا فعليا نزلنا لتحت، هاي طلعت نيجاتيف. ليش هاي طلعت نيجاتيف؟ عشان المساحه تبعتنا ناتج عن دبليو دبليو نيجاتيف. طيب اذا مقدار المسافه اللي نزلناها لتحت بتساوي المساحه اللي جايبينها. طيب نفس الفكرة برضو صحيحة هنا، خلينا نيجي نشوف، هاي بحكي لنا انه مقدار التغير في المومنت بيساوي المساحة اللي محصورة تحت الشير دياجرام، راح ناخذ نفس النقاط او نفس السكشنز عند سي وعند دي. طيب هسه مقدار التغير في المومنت يعني الفرق ما بين قيمة المومنت عند سي وقيمة المومنت عند دي اللي هو هذه المسافة بتساوي المساحة اللي محصورة تحت الشير دياجرام. طيب خلينا نطلع هسه على مساحة تبع الشير دياجرام اللي هي مساحة هذا الجزء من هنا لهنا، لاحظ انه الفي تبعنا بوزيتيف، يعني هون في بوزيتيف دايركشن، فإذا المساحة راح تاخذ إشارة بوزيتيف، فيعني لاحظ انه فعليا طلعنا
لفوق بما انه دلتا ام بتساوي مساحة وهنا راح تاخذ اشارة بوزيتيف، فمقدار المسافة اللي طلعناها لفوق من عند هاي النقطة لحد هاي النقطة بتساوي الاريا اللي موجودة عندنا. طيب فاذا زي ما انتم شايفين هذول تو ايكويشنز لهم فيزيكال مينينج ومهم بناء على هاي الفكرة اللي هي الفكرة الاولانية تبعت السلوب، الفكرة الثانية مقدار التغير المرتبطة مع المساحة، راح تصير عملية رسم شير مومنت دياجرام سهلة. طيب قبل ما نكمل ونشوف examples خلينا ننتبه شو الوضع لما يكون عندنا concentrated force او concentrated moment. يعني لاحظ احنا لحد الان كنا مفترضين عندنا distributed load. طيب بس بمر علينا البيمز ممكن يكون عليها concentrated force او concentrated moment. طيب يعني لو عندي بيم زي هيك بيأثر عليها concentrated force او concentrated moment، شو راح يصير في shear moment diagrams؟ عشان نشوف هذا الشيء كما مره بالنسبه للفورس اجينا اخذنا سكشن قبلها سكشن بعدها، هاي مورجين الوضع. فاخذنا يعني سلايس رفيعه جدا طولها دلتا اكس. طيب شو راح يبين معانا بما انه خلصنا سكشن هون سكشن هون؟ اول شيء هذا السكشن في عندنا انترنال شير في وانترنال مومنت ام، اثنين حطيناهم بالبوزيتيف سنس. هذه طبيعي اللي هي الاكسترنال فورس لتحت لفوق مش فارقه، فهون ناخذينها لفوق. طيب بس على السكشن اللي على الجهه الثانيه برضه في عندي انترنال شير في عندي انترنال مومنت، بس احنا راح نفترض انه يعني مختلف شوي عن هذول. فهذا اثنين راح نحطهم بالبوزيتيف سنس، هذا راح اسميه في زائد دلتا في، والمومنت اللي هون راح اسميه ام زائد دلتا ام، عشان يعني مش عارفين هل قيمهم نفس هذه القيم ولا غيرهم، فافترضنا انهم مختلفات في زائد دلتا في وهذا ام زائد دلتا ام. طيب هسه اول شيء بدنا نطبق سميشن فورسز في الواي دايركشن عشان نشوف كم مقدار دلتا في. فشو في عندنا فورس في الواي دايركشن؟ في عندنا الفي لفوق بوزيتيف، اف لفوق بوزيتيف، ولتحت في عندنا نيجاتيف في زائد دلتا في. طيب فننقل التيرمز على الجهه الثانيه على اساس نشوف شو قيمه دلتا في. فعليا الفي راحت مع في وظل معانا دلتا في بتساوي اف. طيب هذا اللي حكي لنا انه لما نمر على concentrated force الانترنال شير دايجرام راح يصير فيه تغير مساوي لمقدار الفورس. طيب هسه شوف بخصوص المومنت، يعني هل راح يصير عندنا تغير للمومنت؟ فكما مره لو اجينا اخذنا المومنت حوالي هاي النقطه وحسبنا شو في عندنا مومنت، فراح يكون في عندنا هذا المومنت، راح يكون في عندنا برضه نظريا مومنت ناتج عن هذا الشير في مضروب في المسافه دلتا اكس، ومومنت ناتج عن هذه الفورس اف مضروبه في المسافه من هون لهون اللي هي دلتا اكس على 2. بس هون بدنا ننتبه انه دلتا اكس صغيره جدا ابروتشز زيرو، فبالتالي راح يكون عندنا هذا المومنت اللي ناتج عن هاي زيرو وهذا المومنت اللي ناتج عن هاي زيرو، فراح يطلع معنا ان المومنت هنا بيساوي المومنت هنا، فيعني هنا هذه زيرو. فاذا مش راح يصير عندنا تغير على المومنت دايجرام لما يكون عندنا كونسنتريتد فورس. فاذا كونسنتريتد فورس بتسبب لنا تغير في الشير دايجرام جمب مساوي لمقدار الفورس، وما بتسبب لنا اي تغير في المومنت دايجرام. طيب نجي للكيس الثاني اللي هي concentrated moment. هاي اخذنا سكشن قبلها سكشن بعدها، هاي رسمنا الفري بادي دايجرام. على السكشن الاول افترضنا انه في عندنا internal shear v internal moment m، على السكشن من الجهه الثانيه internal shear v زائد دلتا v وinternal moment m زائد دلتا m، وهاي المسافه دلتا x، وزي ما حكينا دلتا x صغيره جدا approach zero. هذا المومنت تبعنا اللي هو الابلايد مومنت اللي هو مسمينه m not. طيب هسه لو جينا اخذنا summation of forces في الواي دايركشن راح يبين معانا على طول انه فيش غير هاي وهاي، فاذا دلتا في بتساوي صفر. اوكي؟ طيب هسه بناخذ summation of moments حوالي النقطة O. شو في عندنا مومنت حوالي النقطة O؟ في عندنا هذا المومنت. طيب غير هيك ممكن نحكي انه في عندنا مومنت بيساوي في مضروب في المسافة دلتا اكس. طيب بس برضه حكينا انه دلتا اكس صغيره بيساوي زيرو، فاذا هذا التيرم راح نلغيه. غير هيك راح يكون عندنا اخر تيرم اللي هو ام زائد دلتا ام. بعد ما لغينا هذا التيرم نقلنا على الجهه الثانيه عشان نطلع شو قيمه دلتا ام، فبيطلع معنا انه دلتا ام بيساوي ام نوت. طيب اذا يعني لما نكون نطلع على المومنت دايجرام ونمر على نقطة عليها concentrated moment راح يصير تغير مفاجئ في قيمة المومنت أو تغير مفاجئ في المومنت دايجرام قيمته بتساوي مقدار applied moment. طيب إذا هيك شفنا الأفكار الأساسية اللي راح نستخدمها عشان نستخدم الجرافيكال ميثود. هسا خلينا نبلش نشوف examples
والاكزامبلز هنا راح تكون سريعه جدا عشان هي مجرد فكره بسيطه وراح تطبقها في كل الاحوال. طيب خلينا نشوف مجموعه الاكزامبلز اللي عندنا. اول اكزامبل عندنا اللي هو 6 5. شوفي عندنا في هذا الاكزامبل كانت تجربه بي المسافه ال هاي المسافه ال باثر عليها تو فورسز بي بي. مطلوب نرسم شير مومنت دايجرامز. شو بدنا نستخدم جرافيكال ميثود. شو اول خطوه بنطلع الرياكشنز اللي هنا راح تكون عندي فورس مومنت رياكشنز. طيب اذا اول خطوه هاي طلعنا الرياكشن تبع الفورس والرياكشن تبع المومنت. طيب هسه بعد ما رسمنا هذا فري بادي دايجرام البيم كامله مع كل الانون رياكشنز بنبلش عشان نرسم شير مومنت دايجرام. فبنحط مثلا هذا الاكس اكسس وهنا بدنا نرسم الشير. فهاي بدنا نرسم هون الشير. هاي كمان مره عشان نرسم المومنت. هاي الاكس اكسس وهنا نرسم المومنت. بلش بالشير. طيب هسه شوفي عندنا هون عشان نرسم الشير بدنا نطلع بس على الفورسز. الفورسز اللي هي بتسبب لي تغير في الشير دايجرام. لاحظوا انا فيش عندنا ديستريبيوتد لود. لو في عندنا ديستريبيوتد لود نصير نفكر في سلوبس وواتيفر. وانا فيش عندنا غير كونسنتريتد فورسز. اذا ببساطه نصير نطلع على الفورسز ونتحرك مع اتجاه الفورسز عشان زي ما شفنا احنا لما نمر على اي فورس بصير عندنا جمب في الشير الانترنال شير. طيب اذا فعليا رح نيجي هون نقطه البدايه في عندي فورس لفوق مقدارها 2b. فاذا رح ابلش هون عند قيمه شير بتساوي 2b. طيب من هون لهون ما في شيء عندي اي شيء لا ديستريبيوتد ولا شيء فبظل ماشي with constant magnitude لحد هون عند 2b. طيب هسه هون صار في عندي فورس لتحت مقدارها b فيعني راح اتحرك لتحت بمقدار b زي هاي. طيب بعد هيك شوفي عندي ما فيش عندي اي شيء لحد ما وصل لهون فاذا بظل ماشي with constant magnitude لحد ما وصلت هون. لاحظ احنا هون نزلنا عند b يعني كنا عند 2b نزلنا ل b. طيب ظلينا ماشي ماشيين لهون. هسه في الاخير في عندي كمان b لتحت فهي رجعتني للزيرو. اذا يعني كمان مره بلشت من الزيرو طلعت 2b وفي الاخير رديت رجعت للزيرو. فاذا هيك هي صار عندنا شير دايجرام كامل. طيب خلصنا الشير دايجرام نيجي للخطوه الثانيه بدنا نرسم المومنت دايجرام. عشان نرسم المومنت دايجرام بدنا نطلع على الفري بادي دايجرام بالاضافه للشير دايجرام. هسه لما بدنا نطلع هون فعليا على شو بدنا ندور؟ هون بدنا ندور على مومنتس، يعني اذا في عندنا اي مومنت هون لازم على طول نظهره او ننقله على المومنت دايجرام. غير المومنتس ما فيش شيء بهتم له من هذا الفري بادي دايجرام. غير المومنتس بدي اطلع على الشير دايجرام. خلينا نبلش. نقطة البداية بدي ابلش هون، في عندي مومنت مقداره 3 pa. هسه هذا المومنت هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كمان مرة تخيل حالك اجيت اخذت سكشن بعد هاي عشان تقرر هل هذا المومنت بوزيتيف ولا نيجاتيف. لاحظ ان هذا يعطينا كيرفتشر لتحت فاذا بما انه يعطينا كيرفتشر لتحت فهو نيجاتيف. فاذا راح ابلش عند قيمه مومنت بتساوي نيجاتيف 3 pa. طيب هاي حددنا نقطه البدايه. في عندنا مومنت غير هيك هنا ما في عندنا مومنت نهائيا. فاذا خلص انتهى شغلنا مع هذا فري بادي دايجرام. راح نضلنا نطلع بس على الدايجرام اللي هون اللي هو الشير دايجرام. طيب شو المعلومه اللي نعرفها تبعت السلوب؟ المعلومه تبعت السلوب بيحكي لنا انه السلوب تبع المومنت بيساوي الماجنتيود تبع الشير. فخلينا نطلع من هون لهون الماجنتيود تبع الشير ثابته وشو بتساوي؟ 2 pa. طيب فاذا من هاي النقطه لحد هاي النقطه راح يكون في عندي خط هنا خط مستقيم السلوب تبعه ثابت عشان حكينا خط مستقيم والسلوب تبعه بيساوي 2 pa بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. كمان مره بوزيتيف يعني لفوق نيجاتيف يعني لتحت. طيب فاذا راح ابلش من هنا هاي نقطه البدايه راح ارسم خط مستقيم بلش من هنا لحد هنا وقفنا لهنا. شو قيمه السلوب تبع هذا الخط المستقيم؟ قيمه السلوب تبع هذا الخط المستقيم بتساوي 2 pa. طيب هسه طلعنا هيك بخط مستقيم لوين وصلنا؟ يعني شو احداثيات النقطة اللي بدنا ننتهي عليها؟ هسه هون على طول بنفكر في الريليشن تبعت مقدار التغير انها بتساوي الاريا. فكم الاريا اللي موجودة عندي هون؟ الاريا تبعت هذا الجزء. الاريا تبع هذا الجزء القاعدة تبعتنا اللي احنا فعليا مسمينها ال هاي المسافة
مضروب في الارتفاع اللي هو 2b. فاذا رح نطلع لفوق بمقدار 2pl. فكنا عند negative 3pl طلعنا مقدار 2pl فصرنا عند negative pl. طيب اذا خلصنا لحد هنا. نيجي بعد هيك كمان مره في شي مومنتس فاذا ما بهمنا هذا رح نطلع هنا. طيب هنا شو اللي صار؟ كانت عندنا magnitude 2b نزلت وصارت 1b او b وثابته ما بتتغير. طيب اذا كمان مره هون راح يكون عندي خط. هذا الخط له بوزيتيف سلوب بما انه هاي بوزيتيف وشو قيمه السلوب تبعه؟ قيمه السلوب تبعه b. كمان مره هناك كان عندي سلوب 2b فيعني كان عندي سلوب عالي هون سلوب قل. فهسه راح نرسم خط جديد السلوب تبعه راح يكون مقداره b راح نضلنا ماشيين فيه لحد هنا. طيب هسه لوين راح نوصل؟ عشان نحسب لوين راح نوصل بدنا نحسب مساحة هذا الجزء. كم مساحة هذا الجزء؟ P في هاي المسافة L. فإذا كنا عند نيجاتيف P L طلعنا مقدار P L فإذا انتهينا عند الزيرو. طيب وفعليا هسه بما إن هون خلصنا وانتهينا عند الزيرو نطلع فوق هل في عندي أي مومنت مبين على نهاية البيم؟ لا. فزيرو مومنت واحنا فعليا وصلنا لزيرو فإذا هيك رسمتنا صحيحة. طيب فهي هيك استخدمنا الجرافيكال ميثود ورسمنا شير دياجرام والمومنت دياجرام. طيب زي ما انتم شايفين فكره بسيطه بس بدنا نكون فاهمينها. خلينا نطبق هسه على اكزامبلز ثانيه. الاكزامبل اللي بعده في عندنا هذه البيم كمان مره سمبلي سبورتد وبأثر عليها مومنت في المنتصف. هاي المسافه ال هاي المسافه ال. هذا المومنت ابلايد مومنت قيمته ام نوت. طيب مطلوب منا نرسم شير مومنت دياجرامز. الخطوه الاولى بدنا نطلع الرياكشنز. في عندنا هون فورس واكشن في عندنا هون فورس واكشن فهي طلعنا الرياكشنز. طيب هون راح يكون عندي فورس واكشن لتحت مقداره ام نوت على 2l وهون فورس واكشن عكسه مقداره ام نوت على 2l. طيب هسه بدنا نرسم شير مومنت دياجرامز. فكمان مره هاي حطينا الاكسس اكس اكسس هسه بدنا نبلش نرسم الشير. طيب عشان نرسم الشير نطلع على الدياجرام. هون ما فيش عندنا غير فورسز ما فيش عندنا اي ديستريبيوشن دول. فعلى نقطة البداية شو في عندي؟ في عندي فورس لتحت يعني نيجاتيف مقدارها ام نوت على 2L. فإذا بلشنا من النيجاتيف ام نوت على 2L هاي نقطة البداية نزلنا لتحت النيجاتيف. طيب بعد هيك ضلنا ماشيين للآخر. المومنت مالوش علاقة مع الشير دياجرام ما فيش عندنا فورسز لحد ما نوصل للاخر. في الاخر شو في عندنا؟ في عندنا فورس لفورد مقدارها ام نوت على 2L. فاذا راح نضلنا ماشيين زي هيك فيش علينا اي تغير لحد ما وصلنا للاخر وفي الاخر نطلع لفوق ام نوت على 2L يعني راح ترجعنا للزيرو. فاذا بلشنا من زيرو نزلنا ام نوت على 2L ضلينا ماشيين كونستنت وفي الاخير رجعنا للزيرو. هاي هذا هو شير دياجرام. بعد ما خلصنا من الشير دياجرام هسه نيجي عشان نرسم المومنت دياجرام. عشان نرسم المومنت دياجرام كمان مره في الاول نطلع على الفري بادي دياجرام وبعد هيك نطلع على الشير دياجرام. طيب خلينا نطلع على الفري بادي دياجرام. احنا هون بدنا نبلش كمان مره يعني لاحظ احنا دائما نبلش بهذا الاتجاه. هسه ما تحاولش تبلش بالاتجاه المعاكس عشان فعليا في اشياء راح تنعكس ما في شيء داعي ندخل فيها. يعني دائما انتبه انه الاتجاه اللي مشي فيه زي هيك. طيب بنبلش عند هاي النقطة. شو قيمة المومنت عند هاي النقطة؟ زي ما انتم شايفين زيرو. فإذا بلشنا من نقطة الزيرو. طيب هسه طلع هون ما فيش مومنتس. كمان مرة احنا نحكي على الاكسترنال مومنتس اللي بتبين على الدايجرام. طيب أول مومنت راح نشوفه هون عند نقطة المنتصف. طيب فإذا لما نوصل لهذا بنرد نشوف شو تأثيره. طيب بما انه يعني من هون لهون ما فيش مومنتس خلص خلينا نطلع على الشير دياجرام. شو شايفين في الشير دياجرام؟ شو قيمة الشير ما بين هاي النقطة وهاي النقطة؟ قيمة الشير نيجاتيف ام نوت على 2L والقيمة ثابتة. فإذا بما انه عندي قيمة ثابتة يعني راح يكون عندي خط له كونستانت سلوب. شو قيمة السلوب تبعه؟ لاحظ نيجاتيف. نيجاتيف يعني لتحت بوزيتيف بهذا الاتجاه. طيب فهون في عندنا نيجاتيف ماجنتيود يعني في عندي نيجاتيف سلوب. فراح اجي ارسم خط مستقيم. طيب هاي رسمت خط مستقيم من هنا ووقفت هون عشان يعني في عندي مومنت هسه بدي اشوف شو تاثيره. طيب اذا رسمت خط مستقيم ووقفت لهون قديش مشيت؟ كم المسافه اللي نزلتها مع هذا الخط المستقيم؟
ببساطة بقدر أجي هنا وأحسب الأريا اللي عندي. الأريا اللي عندي اللي هي المسافة من هنا لهنا L مضروبة في M not على 2L، راحت ال مع ال L، فإذا نيجاتيف M not على 2، فإذا نزلنا من 0 ل نيجاتيف M not على 2. طيب جينا هسا لهذا المومنت. طيب هسا في عندي مومنت مبين، لازم يبين معاي تأثيره على المومنت دايجرام كمان مرة عشان أحدد اتجاهه بوزيتيف ولا نيجاتيف. لاحظ إنه إحنا ماشيين زي هيك بهذا الاتجاه، فبدي أتخيل إنه جيت أخذت سكشن بعده وبطلع عليه بالنسبة للسكشن اللي بعده. بالنسبة للسكشن اللي بعده كيف اتجاه الكيربتشر اللي راح يعطينا إياه؟ هذا فعليا راح يعطينا كيربتشر لفوق، لما تطلع على ريفرنس موجود بعده كيربتشر تبعه لفوق يعني بوزيتيف. طيب فإذا في عندي مومنت بوزيتيف قيمته ام نوت، فكنا عند نيجاتيف ام نوت على 2 راح نطلع لحد بوزيتيف ام نوت على 2. طيب بعد هيك شوفي عندنا في مومنتس من هون للاخر، لا ما فيش مومنتس، فاذا برجع بطلع على شير دايجرام. شو الوضع هون بالنسبه للشير دايجرام؟ عندي نيجاتيف شير قيمته ثابته بتساوي نيجاتيف ام نوت على 2L، فاذا كمان مره راح ارد ارسم خط مستقيم له نيجاتيف سلوب. وشو قيمه السلوب تبعه؟ هي، فاذا راح ارجع ارسم خط مستقيم. طيب لوين راح يوصلني؟ هل راح يوصلني للزيرو؟ بحسب المساحه، هاي المساحة راح تطلع معاي M not على 2، فإذا كمان مرة بالنيجاتيف يعني بدنا ننزل لتحت M not على 2، فإذا كنا عند positive M not على 2 نزلنا ل 0. طيب هسه عشان نتأكد نطلع هاي النقطة، نقطة نهاية البين المومنت عليها 0 وهنا فعليا 0، فإذا هيك رسمنا الشير مومنت دياجرامز بشكل صحيح. طيب هسه لما بالتسهيل يعني اذا حدا بده منكم يعني طريقه اسهل للمومنت، بس كمان مره يعني هاي الطريقه اللي راح احكيها هلا بتزبط بس لما تمشي بهذا الاتجاه، واحنا بما انه في الغالب بدنا نمشي بهذا الاتجاه. هسه المومنت احنا حكينا انه ناخذ سكشن بعده ونشوف شو اتجاهه. فعليا اللي راح صفي معانا انه بما انه دائما ماشيين بهذا الاتجاه، المومنت اللي بهذا الاتجاه اللي هو كاونتر كلوك وايز دائما راح يعطينا بوزيتيف، والكلوك وايز هذا الاتجاه هو كلوك وايز دائما راح يعطينا بوزيتيف، واذا كان كاونتر كلوك وايز راح يعطينا نيجاتيف. بس انا فعليا يعني بشوف الطريقه تبعت الكيربتشر اسهل لي من انه اشوف اتجاه المومنت كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز. طيب نشوف الاكزامبل اللي بعد هيك، شوفي عندنا في هذا الاكزامبل. طيب في هذا الاكزامبل كمان مره يعني هون كانت ليبرمين عليها ديستريبيوتد لود يونيفورم 3 كيلو نيوتن وطولها 4 متر. وهنا كمان مرة يعني هذا تو اكزامبلز مع بعض، كانت الليبر بيم طولها 3 متر عليها ديستريبيوتد لود على شكل فان. هنا مطلوب نرسم شير مومنت دياجرامز، وللثاني مطلوب نرسم شير مومنت دياجرامز. الخطوة الأولى زي ما حكينا دائما بدنا نطلع الأنون رياكشنز ونرسم الشكل زي هيك. طيب بعد ما رسمنا الشكل زي هيك هسا نيجي نشوف كيف ممكن نرسم في الأول الشير دياجرام بعد هيك المومنت. هاي حطينا الاكسس لسه ما رسمناش شيء، هاي الاكس اكسس وهاي الفي. طيب هسه بدنا نبلش نرسم. طيب نطلع على 3 باي دايجرام نرسم على اساسه. نقطة البداية لاحظ انه في عندنا هون فورس لفوق مقدارها 12 كيلو نيوتن، فإذا بلشنا عند بوزيتيف 12. طيب هاي نقطة البداية. طيب بعد هيك شوفي عندنا، لاحظ هون في عندنا ديستريبيوتد لود. هسا ديستريبيوتد لود احنا بنعرف العلاقة تبعت سلوب، نحكي انه سلوب تبع الشير دياجرام بيساوي الماجنتيود تبع ديستريبيوتد لود. ولاحظ ديستريبيوتد لود من وين ببلش؟ ببلش من هون بضل ماشي لهون. شو الماجنتيود تبعته؟ 3، بس بما انه لتحت نيجاتيف، فاذا الماجنتيود تبعته نيجاتيف 3، فاذا راح اجي هون ارسم خط مستقيم له كونستنت سلوب قيمته نيجاتيف 3. فهي جينا هون رسمنا خط مستقيم كمان مره سلوب نيجاتيف لتحت. طيب هسه هذا الخط راح نضل ماشيين فيه للاخر. طيب بس يعني فعليا لوين بوصلنا؟ هل بوصلنا للزيرو ولا لشيء ثاني؟ فبدنا نشوف لوين بوصلنا او قديش بنزل، نحسب المساحه. قديش المساحه اللي تحت ديستريبيوتد لود دايجرام اللي هي 3 كيلو نيوتن في متر في المسافه اللي هي 4 بعطينا 12. فاذا كنا عند 12 نزلنا للزيرو. طيب نتاكد هل هون في عندنا اي
concentrated force عند نهاية البيم حتى هي نهاية distributed load. بس يعني فعليا ما فيش عندنا أي applied force concentrated، فبالتالي يعني هي فعليا هيك صحيحة. طيب يعني لو كان عندنا في هنا concentrated force طبق عند النقطة لازم تكون مبينة على هاي. طيب إذا رجعنا للزيرو ووضعنا صحيح. خلصنا من الشير ديجرام، نيجي هسا نرسم المومنت ديجرام. فهي حطينا الاكس اكسس والاي اكسس تبع المومنت. طيب هسا نبلش عشان نرسم، نطلع في الاول هنا بعد هيك نطلع الشير ديجرام. طيب هل في عندي مومنت على بدايه البيم؟ فعليا في عندي مومنت 24 كيلو نيوتن متر. هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كمان مره بالنسبه للسكشن اللي بعده بعطيني كيرفج لتحت، فبالتالي نيجاتيف. فاذا هاي بلشنا عند نيجاتيف 24. طيب بعد هيك هل في عندي اي مومنتس؟ ما في عندي اي مومنتس. طيب اذا هيك انتهى شغلنا مع فري بادي دايجرام. راح نطلع بس على شير دايجرام حاليا عشان نكمل الرسمه. طيب اذا بعد حددنا نقطه البدايه خلاص نطلع هنا عشان نكمل الرسمه تبعنا. طيب شو عندي هون؟ هسا نطلع على الشير دايجرام. كل ما تحركنا لقدام الشير بوزيتيف بلش عند 12 وبقل بقل 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 لحد ما وصل صفر. طيب الماجنتيود اللي هون هي سلوب. فاذا نحكي هون في البدايه كان عندي سلوب قيمته بوزيتيف 12، يعني في البدايه في عندي هاي بوزيتيف سلوب لفوق قيمته 12. طيب كل ما تحركت لقدام السلوب لساته بوزيتيف، بس شو قاعد بصير فيه؟ بقل. فكمان مره هيك بوزيتيف سلوب، كل ما تحركت لقدام بقل لحد ما يوصل زيرو. ففعليا يعني بلشنا هيك كل ما تحرك لقدام بقل بقل لحد ما يوصل زيرو. فعليا هذا هو الشكل تبعه. اوكي يعني لاحظ بلشنا بوزيتيف سلوب، تحركنا لقدام قل، تحركنا لقدام قل، في الاخير صار عندي سلوب زيرو. وصلنا هنا زيرو سلوب اللي هي الماجنتيود. طيب اذا هيك خلصنا من شكل الدايجرام. هسه بس ضل علينا نتاكد انه هو يعني بيطلع من 24، هل راح يوصل يعني لما يصير سلوب زيرو هل فعليا الماجنتيود وصلت زيرو؟ فعشان نتاكد هذا الشيء بدنا نحسب المساحه، يعني مقدار التغير بين هنا وهنا او قديش طلعنا لفوق بيساوي المساحه. قديش هاي المساحه؟ كمان مره عندي هنا مثلث 4 متر وارتفاعه 12، فنص القاعده في الارتفاع راح يعطيني 24. اذا كنا عند نيجاتيف 24 طلعنا لماجنتيود 0. طيب على نهايه البيم هل في عندي اي كونسنتريتد مومنت مبين؟ لا، 0 مومنت. فاذا برضه وصلنا لل 0 فرسمتنا صحيحه. طيب نشوف اللي بعده. هذا الفري بادي او هذا كانت اللي بيم اللي اثر عليها ديستريبيوتد لودنج على شكل رام زي ما احنا شايفين. طيب اول شيء طبيعي طلعنا الانون رياكشنز. هسه بنبلش من هون. هاي الفري بادي دايجرام تبعنا. بدنا في البدايه نرسم الشير دايجرام. فهي حطينا الاكس اكسس تبعنا وهي الاكسس تبع الشير. طيب هسه بالنسبه لهذا الشير دايجرام بنبلش فيه. على البداية نقطة البداية شو في عندي؟ في عندي فورس لفوق بوزيتيف قيمتها 3 كيلو نيوتن. فإذا نقطة البداية تبعتي اللي هي هي 3 كيلو نيوتن، بلشنا عند بوزيتيف 3. طيب بعد هيك طلع على الدايجرام. هسا في عندي ديستريبيوتد لودنج على شكل رام. طيب هسا شو قاعد بصير؟ الماجنتيود تبعته بتبلش عند 2 بالنيجاتيف، فإذا يعني راح أبلش with negative slope قيمته 2. كل ما تحركت لقدام شو بصير في الماجنتيود؟ بتقل. في الاخر بتصير الماجنتيود 0. فاذا يعني راح اجي ابلش ارسم كيرف في البدايه له نيجاتيف سلوب قيمته 2 كيلو نيوتن لكل متر. كل ما تحركت لقدام بقل السلوب، بظل بقل بشكل تدريجي لحد ما وصلت 0. فاذا هيك راح يكون شكل الكيرف. يعني لاحظ كل ما تقدمنا للامام السلوب عماله بقل، بما انه الماجنتيود هون بتقل لحد ما وصلنا لزيرو سلوب. طيب هسا قديش نزلنا كمسافه؟ اللي هي المساحه. فبنحسب مساحه هذا المثلث نص القاعده في الارتفاع، فبيعطينا نيجاتيف 3. فبلشنا عند الثلاثه انتهينا عند زيرو ماجنتيود. طيب هاي اول دايجرام اللي هو الشير دايجرام. نيجي بعد هيك نرسم المومنت دايجرام. فهي حطينا الاكس اكسس وهي حطينا الاكسس تبع المومنت. طيب
عشان نبدا نتطلع على الفري بادي دايجرام اللي موجود عندنا هون. هل في عندنا مومنت على بدايه البيم؟ فعليا في عندنا مومنت. كم قيمتها؟ 3 كيلو نيوتن متر. هل هي بوزيتيف او نيجاتيف؟ فعليا تعطينا كيرفتشر لتحت، فبالتالي هي نيجاتيف. طيب اذا بلشنا هون عند نيجاتيف 3. طيب بعد هيك هل في عندنا اي مومنت؟ ما في عندنا مومنت، خلص خلص شغلنا، نطلع على الشير دايجرام. طيب شو الوضع بالنسبه للشير دايجرام؟ هسه هون نقطة البداية كم القيمة؟ 3 بوزيتيف. كل ما تحركنا لقدام بتضلها بوزيتيف بس بتقل. فإذا راح أجي أرسم هون كيرف له بوزيتيف سلوب زي هيك، وكل ما تحركت لقدام شو بصير في قيمة سلوب اللي هي الماجنتيود؟ بتقل. فهيك بوزيتيف، كل ما تحرك لقدام بقل لحد ما يوصل سلوب زيرو. فإذا راح أرسم كيرف زي هيك، يعني لاحظ انه كل ما اتحرك البوزيتيف سلوب عماله بقل، في الاخير وصل زيرو. طيب كسلوب هسه كماجنتيود كنا عند نيجاتيف 3 لوين طلعنا؟ هل طلعنا للزيرو؟ بدنا نتاكد. كيف بدنا نتاكد في حاله زي هيك؟ في حاله زي هيك بدنا نحسب هاي المساحه. بس فعليا يعني لاحظ في حاله زي هيك هاي المساحه ما هيش مثلث، هذا عباره عن كيرف. اوكي، فيعني اذا بدي اتاكد واحسب المساحه فعليا بدي اخذ سكشن واطلع الايكويشن تبعت في عشان احسب المساحه. طيب بس هو فعليا المساحه تبعت هاي راح تطلع مقدارها 3 كيلو نيوتن متر. ففعليا بلشنا عند نيجاتيف 3 وانتهينا عند الزيرو، وهذا هو المومنت دايجرام. هنا زيرو وهنا زيرو. فكما مره يعني احنا من غير ما نحسب المساحه ممكن نتوقع انه راح نطلع على الزيرو. كيف ممكن نتوقع انه راح نطلع على الزيرو؟ بما انه هاي قيمه المومنت هنا زيرو، فعلا متوقع انه هنا نطلع على الزيرو. طيب نشوف الاكزامبل اللي بعده. طيب اذا بنشوف الاكزامبل اللي بعده اللي هو اكزامبل 6 8. شوف عندنا في هذا الاكزامبل كمان مره في عندنا بيم زي هيك مثبته من جهه واحده اللي هي كانتليفر بيم، بيأثر عليه هنا two types of loading. في عنا concentrated force 2 كيلو نيوتن على نهايتها مسافة 4 متر، وفي عنا distributed load من نقطة التثبيت لمنتصفها. شو اللي مطلوب؟ زي كل مرة بدنا نرسم shear moment diagrams. الخطوة الأولى نطلع الـ unknown reaction forces. فهاي three body diagram بعد ما طلعنا الـ unknown reaction forces هنا راح يكون في عنا force، راح يكون في عنا moment. طيب هسا على طول نبلش نرسم شير مومنت دايجرامز. خلينا نشوف كيف بدنا نرسمها. طيب احنا زي ما حكينا دائما نبدا من هاي الاتجاه بهذا الاتجاه، حتى يعني معنا ثبت من هون نبدا بهذا الاتجاه عشان يكون البروسيجر تبعنا اسهل. طيب فاذا هاي هي نقطة البداية تبعتنا. فهاي جينا حطينا هون هاي الاكس اكسس تبعنا زي كل مرة، وهاي الفي. طيب نقطة البداية شو في عنا؟ في عنا فورس لتحت 2 كيلو نيوتن، فإذا بلشنا هون عند نيجاتيف 2. طيب ما فيش عنا أي فورس ولا ديستريبيوتد لود لحد ما نوصل هون، فإذا راح نضلنا ماشيين وذ كونستانت ماجنتيود لحد ما نوصل لهون. طيب هسا هون شو في عنا؟ في عنا ديستريبيوتد لود قيمته ثابتة واتجاهه لتحت نيجاتيف. طيب إذا من هاي النقطة طالع راح يكون في عندنا خط مستقيم له نيجاتيف سلوب مقداره 1.5. طيب اذا من هنا راح نجي نرسم خط مستقيم له كونستنت نيجاتيف سلوب اللي هو 1.5 نيجاتيف هيك لتحت. طيب اذا هاي رسمنا خط مستقيم وذ نيجاتيف سلوب 1.5، نجي فيه للاخر. طيب لوين وصلنا؟ طيب احنا كنا يعني عند نيجاتيف 2، قديش نزلنا لتحت؟ عشان نعرف قديش نزلنا لتحت نحسب المساحة اللي محصورة تحت الديستريبيوتد لود اللي هي 1.5 في 2، يعني نزلنا مقدار 3، وزي ما انتم شايفين لتحت نيجاتيف. فإذا يعني كنا عند نيجاتيف 2 وصلنا لحد نيجاتيف 5. طيب على نهاية البيم في عندنا 5 كيلو نيوتن لفوق، فهي رجعنا للزيرو محل ما بلشنا مع هاي الخمسة. طيب فهون يعني فعليا تشيك، بما انه وصلنا هون لنيجاتيف 5، بما ان عندنا هون 5 بترجعنا للزيرو، فاذا هيك رسمنا شير دايجرام بشكل صحيح. طيب بعد ما خلصنا من الشير دايجرام نيجي عشان نرسم الدايجرام اللي بعده اللي هو المومنت دايجرام. نفس الفكره، بنحط الاكس اكسس، هاي الاكس اكسس وهاي الاكسس تبع المومنت. طيب
نبلش هاي هي نقطة البداية، نشوف قيمة المومنت اللي هنا زيرو. طيب فهنا بلشنا عند زيرو. طيب في عندنا مومنتس، ما فيش عندنا مومنتس لحد ما نوصل على الآخر، الأخير في عندنا مومنت. طيب يعني لما نوصل للآخر وقتها نطلع على المومنت تبعنا. فإذا من هنا لحد ما نوصل على الآخر بنظلنا بس نطلع على الشير دايجرام. شو عندنا في الشير دايجرام؟ أول إشي من هنا لهنا عندي constant magnitude ل V و negative. طيب فإذا ابتداء من هاي النقطة راح يكون عندي خط مستقيم slope تبعه negative 2 وراح يظل ماشي with constant slope negative 2 لحد هنا. طيب فإذا لحد هنا راح أرسم خط مستقيم slope تبعه negative 2. طيب هذا الخط المستقيم اللي رسمته لوين وصلني؟ انا بلشت من الزيرو فبحسب المساحه اللي هنا. المساحه اللي هنا اللي هي 2 في 2 4 طبيعي بالنيجاتيف، فاذا يعني كنا عند الزيرو وصلنا لحد نيجاتيف 4. طيب بعد هيك شو في عندي هون؟ نرجع نطلع هون هسه الشير لساته بالنيجاتيف بس عماله بيزيد. طيب ففي عندي نيجاتيف سلوب وكل ما اتحرك لقدام شو بصير السلوب بيزيد، فهيك نيجاتيف سلوب كل ما اتحركت السلوب عماله بيزيد، فيعني الخط بميل بهذا الاتجاه. فاذا راح اجي ارسم خط زي هيك هو عباره عن كيرف، كل ما تقدمت لقدام عماله بيزيد الميلان تبع الكيرف. طيب رسمنا هذا الكيرف، فعليا بلشنا عند نيجاتيف 4 لوين نزلنا. طيب عشان نحسب لوين نزلنا نيجي نحسب المساحة اللي محصورة هون اللي هي مساحة هذا الشكل الترابيزويد. طيب مساحة الترابيزويد يعني أسهل طريقة أحسبها اللي هي متوسط الارتفاع، هون في عندي 5 وهون 2، قديش الأفريج تبعهم اللي هو 3.5، متوسط الارتفاع 3.5 في القاعدة تبعتنا اللي هي 2، 3.5 في 2 بيعطينا 7 طبيعي لتحت بالنيجاتيف. طيب إذا بدي أنزل مقدار نيجاتيف 7، فكنا عند نيجاتيف 4 ننزل كمان نيجاتيف 7 نصير عند نيجاتيف 11. طيب هسا إجينا على الأخير كمان مرة، على الأخير في عندي هنا 11، بطلع هنا شو في عندي في الأخير، هنا عندي في الأخير مومنت مقداره 11. كمان مرة هذا المومنت فعليا هل راح يطلعني لفوق ولا راح ينزلني لتحت؟ وفعليا احنا شايفين المفروض يطلعنا لفوق، اوكي؟ طيب يعني فعليا هذه المسافه من هون لهون على اساس نسكر الدائره. طيب فاذا بدي اتخيله هو بده يطلعني لفوق ولا ينزلني لتحت، بتخيل انه يعني كملت واخذت سكشن بعده، اذا كملت واخذت سكشن بعده فعليا انا بشوف انه بعطيني كيرفتشر لفوق، اوكي؟ ففعليا بكون عند نيجاتيف 11 راح يرجعني لهون. وفعليا بما انه شايفه هون 11 وهنا عندي برضو 11، فاذا خلص الرسمه تبعتي صحيحه وهيك بنكون رسمنا المومنت دياجرام بشكل صحيح. طيب شوف الاكزامبل اللي بعده هون يعني بيورجيك انه نفس الشيء ممكن تطلعه باستخدام الميثود اوف سكشنز، بس فعليا ما كناش محتاجين اي سكشنز في هذا الاكزامبل. في الاكزامبل اللي بعده اللي هو 6-9 في عنا هذا الاكزامبل بيم زي اللي شايفينها هون، هاي بنسميها اوفر هانجنج عشان في جزء بارز بعد السبورت واللود مطبق على الجزء البارز. طيب مطلوب زي كل مره بدنا نرسم شير مومنت دايجرامز وراح نستخدم الجرافيكال ميثود عشان نرسم. اول شيء بدنا نطلع الرياكشنز اللي هنا، فهاي طلعنا الرياكشنز وبعد هيك راح نبلش نرسم. طيب الرياكشنز اللي عم نطلعوا هذه 2 كيلو نيوتن لتحت، هذه 10 كيلو نيوتن لفوق، هاي في بعد الدياجرام بعد ما طلعنا الرياكشنز. بعد هيك بنبلش في الاول نرسم شير دياجرام، بعد هيك نرسم مومنت دياجرام. طيب فهاي اكس اكسس هاي البي. طيب بنبلش نقطة البداية 2 لتحت نيجاتيف، فإذا بلشنا هنا هاي نقطة احداثياتها نيجاتيف 2. من هنا لحد ما نوصل لهاي النقطة، اوكي ما فيش عندي اشي، فهاي ظليت ماشي with constant magnitude لهنا ولسات عندي نيجاتيف 2. طيب هسه في عندي 10 كيلو نيوتن لفوق، فكنا عند نيجاتيف 2 طلعنا لفوق 10،
فصرنا عند بوزيتيف 8. طيب هسه كم مرة يعني أنا حكيت في المحاضرة إنه النقاط اللي مطبقة عندها فورسز هاي نسميها سنجلاريتي. يعني شو معنى سنجلاريتي؟ طلع هون على الكيرف هسه هاي النقطة اللي هون فلينا احنا شايفين عندها قيمتين نيجاتيف 2 و8، فلهذا السبب احنا نسميها نقطة سنجلاريتي. يعني عندها مش معروفة القيمة، قبلها بشوي نيجاتيف 2 بعدها بشوي 8. طيب هاي اللي هي نسميها سنجلاريتي على الرسمة، سنجلاريتي على الكيرف طيب او ديسكونتينيوتي مرات. طيب فاذا كنا عند 2 طلعنا لفوق 10 فصرنا عند 8. طيب هسه شوفي عندي من هنا وطالع، من هنا طالع في عندنا ديستريبيوتد لود الماجنتيود تبعته كونستانت وقيمتها 4 لتحت بالنيجاتيف. فاذا رح نرسم خط مستقيم له سلوب ثابت نيجاتيف قيمه السلوب تبعه 4. طيب فهنا رح نرسم خط مستقيم راح نظل ماشيين مع الخط المستقيم للاخير. طيب هسه فعليا قديش نزلنا لتحت؟ فبنحسب المساحه، قديش المساحه اللي هون؟ 4 في 2 8 نيجاتيف. اذا كنا عند الثمانيه نزلنا للزيرو، وهون فعليا على النهايه ما فيش عندي اي كونسنتريت فورس عند نقطه النهايه، ففعليا هي زيرو صحيحه. طيب خلصنا من الدياجرام الاول اللي هو شير دايجرام، هسه نيجي نرسم دايجرام الثاني اللي هو المومنت دايجرام. طيب عشان نرسم مومنت دايجرام اول شيء نطلع هنا نشوف هل في عندنا مومنت. لاحظ هنا ما في شيء مومنت نهائيا، ولا في اولها ولا في نصها ولا في اخرها. خلاص فاذا هذا الدايجرام كله ما في شيء معلومات يعطينا اياها، راح نرسم الرسمه كامله بالاعتماد على هذا الدايجرام. طيب نقطه البدايه كم قيمه المومنت؟ زيرو، فاذا بلشنا عند نقطه الزيرو. سبعة هيك خلينا نطلع على الشير دايجرام. شو في عندنا هون؟ في عندنا نيجاتيف شير مقداره 2 وبيظل كونستانت من هاي النقطة لحد هاي النقطة. فإذا من هون لهون عندي كونستانت شير مقداره نيجاتيف 2، فإذا هون راح ارسم خط مستقيم له كونستانت سلوب نيجاتيف 2 كمان مرة نيجاتيف لتحت. طيب فإذا هاي جينا رسمنا خط مستقيم، هذا الخط سلوب تبعه بيساوي نيجاتيف 2. طيب قديش نزلنا؟ كنا عند زيرو، لوين وصلنا؟ نحسب المساحة اللي هون، هذه المساحة اللي هون اللي هي نيجاتيف 2 في 4 يعني 8 لتحت. فإذا كنا عند الزيرو نزلنا 8 وصلنا عند نيجاتيف 8. طيب إذا هون وصلنا هلا لحد هاي النقطة. طيب عشان نكمل كمان مرة ما في شيء مومنت فوق، ما في شيء شيء أطلع عليه، هسا بدي أطلع على هذا الجزء من شير دايجرام. شو في عندي هون؟ لاحظ إنه كنا عند نيجاتيف 2 يعني كنا ماشيين وعندنا نيجاتيف سلوب لحد ما وصلنا هون. طيب هلا عند هاي النقطة تغيرت القيمة فجأة، كنا عند نيجاتيف 2 صرنا عند بوزيتيف 8. فإذا هاي النقطة راح يصير عندها تغير مفاجئ في السلوب، كان نيجاتيف سلوب قيمته 2 راح يصير بوزيتيف لفوق هيك وقيمته 8. فإذا هون عند نقطة البداية راح نحط بوزيتيف سلوب قيمته 8. طيب كل ما مشينا لقدام شو بصير في الماجنتيود؟ الماجنتيود هون بتقل لحد ما توصل لزيرو، فاذا الكيرف تبعنا اللي عندنا كمان مره له بوزيتيف سلوب في الاول 8، كل ما تقدمنا لقدام بقل سلوب، فراح يبلش يميل زي هيك لحد ما في الاخير تحت هاي النقطه يوصل السلوب تبعه زيرو، زيرو. فاذا عندنا كيرف بهذا الشكل. طيب فاذا هاي شكل الكيرف تبعنا، بلشنا من تحت كان عندنا سلوب 8، كل ما نتحرك لقدام بقل سلوب، في الاخير وصلنا لسلوب 0 افقي. طيب قديش طلعنا لفوق؟ يعني كم المسافه؟ كنا عند نيجاتيف 8 لوين وصلنا؟ بدنا نحسب المساحه، فبدنا نحسب مساحه هذا المثلث. كم مساحه هذا المثلث؟ نص في القاعده في الارتفاع، ارتفاعي 8 قاعده 2 في نص بعطينا 8 وفعليا بوزيتيف. فإذا كنا عند نيجاتيف 8 زدنا 8، فإذا وصلنا لنقطة الزيرو، وفعليا على نهاية البيم زي ما احنا شايفين في عندنا أو ما فيش عندنا مومنت، يعني القيمة اللي عندنا زيرو. طيب فإذا هيك بنكون خلصنا من هذا الإكزامبل. كمان مرة بورجيك إنه برضه نفس النتائج ممكن نطلعها باستخدام السكشن. طيب اخر اكزامبل عندنا اللي هو اكزامبل 16.
شوفي عنا في هذا الإكزامبل. في هذا الإكزامبل زي ما انتم شايفين في عنا simply supported beam. هذه simply supported beam بيأثر عليها distributed loading على شكل رام. يبلش من زيرو بينتهي على 2 كيلو نيوتن. طيب وطالب منا نرسم شير مومنت دياجرامز. طيب بس التوضيح، هاي الرسمه اللي واجهنا اياها هون يعني على اساس انه بيرنج وهنا بيرنج، اوكي يعني ثبت ما بين تو بيرنجز زي هيك، واحنا فعليا في الاناليسيز نفترض البيرنج انه سمبل سبورت، فيعني بالمحصله بالنسبه لنا هذا سمبل سبورت، هذا سمبل سبورت، زي كانه عندنا بن ورولر، فبالنسبه لنا هي مجرد سمبل سبورت. طيب هاي رسمنا الفري باد دياجرام تبعها، طلعنا الانون رياكشنز هنا. طيب هسه بعد ما صار معروف كل شيء على الفري بادي دياجرام بنبلش عشان نرسم شير مومنت دياجرامز. طيب نقطه البدايه قبل ما نبلش نقطه البدايه خلينا نحط الاكسس. طيب فهاي الاكس اكسس وهلا بدنا نرسم الشير. طيب هسه في البدايه في عندي فورس لفوق مقدارها 1.5 يعني بوزيتيف، فاذا بلشنا عند بوزيتيف 1.5. طيب بعد هيك نشوف عندي هنا زي ما انتم شايفين في عندنا distributed loading على شكل رام اتجاهه لتحت نيجاتيف. طيب مبلشين هنا من زيرو، فاذا يعني عند نقطه البدايه بيكون سلوب تبعي زيرو. كل ما تحركت لقدام فعليا سلوب عماله بتزيد قيمته، بس كمان مره بتزيد قيمته بالنيجاتيف، يعني هو نيجاتيف وبتزيد قيمته، فهيك زيرو كل ما تحركنا لقدام بميل اكثر باتجاه النيجاتيف. طيب فهذا الحكي راح يبلش من هون ويظل مستند للاخير، فاذا بلشنا من هون راح نرسم كيرف زي هيك بيظل ماشي للاخير. طيب اذا هاي اجينا رسمنا كيرف ضلينا ماشيين فيه للاخير. طيب هسه نقطة النهاية يعني وين؟ احنا بلشنا عند 1.5 في البوزيتيف. كم احداثيات نقطة النهاية؟ قديش نزلنا للاخير؟ فبدنا نحسب المساحة اللي هون. المساحة اللي هون اللي هي كمان مرة نص القاعدة في الارتفاع، فهي بيعطيني 4.5 طبيعي بالنيجاتيف. طيب فإذا كنا عند 1.5 نزلنا لتحت مقدار 4.5 فعندنا صرنا عند نيجاتيف 3، وفعليا في نهاية البيم في عندنا هاي 3 لفوق، فإذا هاي رسمتنا صحيحة. طيب خلصنا هاي الرسمة. طيب هسا فعليا هاي الرسمة لاحظ هون النقطة هاي اللي هي نقطة تقاطع الكيرف مع الاكس اكسس او نقطة الزيرو 2.5 او 2.6 هي احداثيات هاي النقطة. هسا فعليا احداثيات هاي النقطة احنا ما بنقدر نطلعها باستخدام الجرافيكال ميثود، هسا راح نحكي عنها كمان شوي، يعني هسا بدي احكي عن الشكل العام بعد هيك راح احكي عن هاي النقطة. طيب هسا بعد ما رسمنا الدياجرام الاول اللي هو شير دياجرام نيجي نرسم الدياجرام الثاني اللي هو المومنت دياجرام، هاي الاكس اكسس تبعنا وهاي المومنت. طيب هل في عندنا مومنت هنا؟ لا. في عندنا اي مومنت مبينه؟ لا. طيب فعلا نقطة البداية وين راح تكون؟ المومنت زيرو، فبلش عندي زيرو. طيب بعد هيك فعليا ما فيش عندي معلومات اطلع عليها هنا، راح اطلع بس على هذا الدياجرام. طيب شو قيمة الشير هنا؟ قيمة الشير هنا 1.5 بوزيتيف، كل ما اتحرك لقدام بتقل، فكمان مره بدي ابلش عند الزيرو سلوب تبعي 1.5 بوزيتيف، بوزيتيف يعني لفوق، وكل ما تقدمت لقدام شو بصير فيه؟ بقل، راح يضل يقل زي هيك لحد ما يوصل زيرو سلوب عند هاي النقطه. طيب هاي النقطه هاي نزلنا منها خط، هسه راح نشوف احداثياتها. طيب المهم هاي النقطه اللي هي نقطه تقاطع الكيرف مع الزيرو، فباجي بلشت with positive slope 1.5، كل ما تحرك لقدام بقل السلوب، يضل يقل يقل لحد ما هنا وصل معنا زيرو سلوب. طيب بعد هيك من هاي النقطة وطالع شو اللي صاير؟ هسا لاحظ هون عندنا زيرو، كل ما تحرك لقدام قيمة الشير بلشت تدخل في النيجاتيف، يعني بلش سلوب يتغير يصير نيجاتيف، وكل ما اتحرك لقدام فعليا بزيد النيجاتيف، يعني بميل اكثر لحد ما يوصل اكبر سلوب تبعه هنا، فاذا راح يكون عندي هنا كيرف زي هيك بالنيجاتيف، وكل ما اتحرك لقدام بزيد. اوكي طيب هسه هنا لوين راح ينزل؟ هو فعليا احنا عارفين انه راح ينزل للزيرو عشان عندنا هنا زيرو. طيب بس فعليا هسه لما نيجي نطلع على الرسمات اللي هون، احنا رسمنا الشكل
اوكي، فهي مش عارفين هذه النقطه وين بالضبط. وبرضه فعليا احنا ما بنعرف قيمه الماكسيمم سلوب تبعنا، يعني لو بدي احكي هنا كم قيمه سوري كم قيمه الماكسيمم مومنت عند هاي النقطه، قيمه الماكسيمم مومنت عند هاي النقطه اللي هو بيساوي مساحه هذا الجزء. لاحظ هنا ما هوش يعني مثلث عشان احسب مساحته بسهوله، هو عباره عن كيرف. ففعليا في شيء زي هيك انا مش ما بقدر باستخدام الجرافيكال ميثود اني احسب قيمه الماكسيمم مومنت. فهنا راح احتاج انه اساوي سكشن عشان اساعد حالي في الحل. يعني هي فعليا الجرافيكال ميثود اعطتنا شكل الرسمه واعطتنا معلومات كثيره، بس فعليا في معلومات ناقصه هنا ما بقدر اطلعها باستخدام الجرافيكال ميثود، فصفى هنا لازم اساوي سكشن. طيب فعشان هيك هاي جينا على هاي، لاحظ انه بكفينا فيها سكشن واحد، وشفنا سكشن على اشي زي هيك قبل بالاول. طيب هاي رسمنا سكشن، هاي في عنا ال V وهاي في عنا ال M. فببساطة هنا فعليا بدي اطلع الاكويشن تبعت ال V بالاول انه اخذ summation forces في ال Y، وبدي برضو اطلع الاكويشن تبعت المومنت من خلال انه اخذ المومنت. طيب بعد ما طلعنا الاكويشن تبعت ال V راح يكون عنا equation of V function of X. فبنيجي على الاكويشن تبعت ال V وبنحكي بدنا نطلع احداثيات هاي النقطة. كيف بنطلع احداثيات هاي النقطة؟ بنحكي V بتساوي 0، فعند هاي النقطة V بتساوي 0. وبنيجي على الاكويشن تبعت ال V كمان مرة، هيها هاي ال V سويناها ب 0 وحلينا هاي الاكويشن وطلعنا احداثيات النقطة اللي هي X بتساوي 0.589 اللي هي تقريبا 2.6. طيب اذا اول شيء طلعنا الاكويشن تبعت ال V سويناها ب 0 طلعنا احداثيات النقطة. هسا بعد ما طلعنا احداثيات هاي النقطة احنا عارفين انه هاي النقطة هون اللي هي نقطة الماكسيموم تبع المومنت، فبدنا نحسب قيمة الماكسيموم مومنت. كيف نحسب قيمة الماكسيموم مومنت؟ احنا اوريدي بدنا نكون طلعنا من هون الايكويشن تبع المومنت اللي هو الماكسيموم مومنت، بنحوض في الايكويشن تبع المومنت x بتساوي 2.6. فهي جينا هذا الايكويشن، هي عوضنا قيمة x بتساوي 2.6 وطلعنا قيمة الماكسيموم مومنت اللي هو يعني صدف هنا طلع كمان قيمة الماكسيموم مومنت 2.6 كماجنتيود. طيب فإذا طلع قيمة الماكسيموم مومنت 2.6 كمان مرة، يعني هنا هذا مجرد مصادفة إنه هذا الرقم X بتساوي 2.6 وقيمة الماكسيموم مومنت طلع كمان 2.6، هي مجرد مصادفة بناء على الأرقام تبعها. طيب إذا في حالة زي هيك، يعني لما يكون عندنا من البداية كيرف، فعليا راح نضطر انه نساوي سكشن عشان نطلع بعض المعلومات، بس ستيل الجرافيكال ميثود زي ما انتم شايفين بتسهل علينا الرسم. يعني فعليا لو هذه الرسمه بدي ارسمها بس باستخدام الايكويشنز، فعليا صعب علي انه اتخيل كيف شكل الكيرف، هل هو مثلا كيرفتشر تبعه زي هيك او الكيرفتشر تبعه زي هيك. ففعليا الجرافيكال ميثود بتساعدنا كثير في معظم المسائل اللي بتمر علينا، فعليا راح تكون كافيه انه نرسم الشير مومنت دايجرامز بشكل كامل. ولما نرسم شير مومنت دايجرامز مثلا من هذا المومنت دايجرام وين هو الكريتيكال سكشن اللي هو عنده الماكسيمم مومنت، وهي قيمه الماكسيمم مومنت اللي راح نشوف المحاضره الجاي كيف نستخدم قيم المومنت عشان نحسب ستريس اللي بيكون موجود في البيمز. طيب اذا هيك بنكون انهينا محاضره اليوم.